الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فكان نفسنا أن الليلة درس بتاع الليلة ننجزه بسرعة يا جماعة، لأن الليلة هتلعب توجو توجو مع فرنسا. يعني أنا عايز شكل من الشباب اللي قاعدين قدامي دلوقتي يقول لي هي توجو دي فين؟ يا ترى توجو دي على أي موقع من مواقع الخريطة؟ مش مهم يا جماعة، المهم توجو هتلعب الليلة يا شباب. فعايزين ننجز درس الليلة بسرعة. لو عديت مرة كده قدام مجموعة شباب بيتفرجوا على التلفزيون في ماتش كورة، هتلاحظ منظر غريب جدا والله. يا ريتنا نتعلم منهم، على ما الماتش يخلص يكون كل الشباب ضوافرهم كلوها، خلصوا ضوافرهم. والمحمول اياك واحد بس يفتح المحمول بتاعه طول ما المباراه شغاله، حد يجرؤ ان المحمول بتاعه لان المباراه شغاله، وفي نفس الوقت تلاقي كله قاعد مش على بعضه والماتش شغال، ايديه بتتحرك مع اللعيبه ورجليه بتتحرك مع اللعيبه، وفجاه يطلع بطل من الابطال ينقض على المرمى ويحرز هدف، ينقلب الموقف كله وينقلب الشباب في هذه اللحظه. وبعد المباراه مجموعه من البرامج التحليليه، كل تمريره يعملوا عليها برنامج، كل جون يعملوا عليه برنامج، ممكن قريبا كل بنت من البنات اللي قاعده في المدرجات يعملوا عليها كمان برنامج. انما تعالى بقى لمجموعه شباب قاعدين يسمعوا درس في مسجد، يا سلام، تلاقي واحد بيساوب وواحد عينيه جايبه المسجد رايح جاي بيدور على اصحابه جم ولا لا، واحد قاعد يلعب سنيك على المحمول، ويعني كل واحد عايش في دول، واحد ما عجبوش موضوع الدرس قام شايل الكوتش بتاعه قام طالع بره المسجد. طبعا يا جماعه مش بنتكلم عن حضراتكم ولا الرجاله بتوع مسجد السلاب، لا طبعا ده الناس اللي بره، انما انتم حسبي الله ونعم الوكيل. فالمقصد يا جماعه ان احنا لو جينا نسال دلوقتي مين اللي ضحى اكثر؟ احنا ولا الصحابه؟ احنا اللي ضحينا اكتر ولا الصحابه؟ في واحد هيقول لي الصحابه، اقول له لا، احنا اللي ضحينا اكتر. ليه؟ لان الصحابه ضحوا بالدنيا واحنا ضحينا بالاخره. الاخره يا جماعه، ده لو واحد مننا دخل امتحان وعارف ان نسبه النجاح 20%، يا ترى هيبقى جد قد ايه؟ وهيذاكر قد ايه؟ وهيستعد قد ايه؟ وهيدخل مرعوب قد ايه؟ طب احنا داخلين امتحان في الاخره نسبه النجاح 1 في الـ1000 زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ليه الجديه ما هيش موجوده في اخطر امتحان في حياتنا؟ مجرد علاقه بريئه، مجرد علاقه بريئه، ده الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه الليله ان شاء الله. مجرد علاقه بريئه، الكلمه اللي بتقابلك اول ما تسال يا فلان انت بتكلم زميلتك في الجامعه ليه؟ مجرد علاقه بريئه. يا بنتي انت بتكلمي واحد على الشات ليه؟ مجرد علاقه بريئه. يا اختي انت بتتكلمي مع زميلك في الشغل ليه؟ مجرد علاقه بريئه. والعلاقه البريئه تتطور الى مثل بريئه، تتطور الى مسج بريئه، تتطور الى مكالمه بريئه، تتطور الى مصايب برضه بريئه. مفيش ابد مش هيعترفوا حتى لاخر المراحل ان الموضوع خرج عن حدود البراءه. موضوع الاختلاط يا جماعه، موضوع الاختلاط اللي انا شايف ان الكلام عنه اخطر من الكلام عن الزنا والجواز العرفي، موضوع الصحوبيه، الباب اللي لما اتفتح كل المصايب اللي بعد كده حصلت، موضوع الصحوبيه ما بين الولد والبنت، موضوع خطير عايزين نتكلم عنه الليله. بس الاول انا عايز كل واحد مننا في المسجد يفتكر، افتكر صاحبك اللي اتجوز فلانه عرفي وبعد كده علاقته باهله دمرت، وعلاقته بدراسته دمرت، وعلاقته بيها بعد كده دمرت، وكان اول الموضوع ده كله علاقه بريئه. افتكر صاحبتك اللي اتحطمت نفسيا واتحطمت معنويا واتحطمت دراسيا لما فلان اللي اتعلقت بيه سابها وراح اتجوز واحده ثانيه، وكان اول الموضوع علاقه بريئه. كل المصايب بتخرج من الاماكن اللي فيها اختلاط. كل حالات الحب والجواز العرفي خرجت منين يا جماعه؟ من الجامعه، او اكبر مكان للاختلاط. كل حالات اضهاد اولاد الزنا والعياذ بالله خرجت منين؟ من البنات العاملات في العيادات والمحلات والشركات، لانهم محتاجين ماديا برضه من مكان اختلاط. كل المصايب اول عنصر ليها في الاول هو الاختلاط. عشان كده الحاجه اللي احنا عايزين نتفق عليها من الاول ان اي علاقه بريئه بين ولد وبنت طريق من اوسع الطرق الى النار. اي علاقه بريئه بين ولد وبنت طريق من اوسع الطرق الى غضب الله. تخيلوا لو ربنا سبحانه وتعالى غضب. اي علاقه بريئه بين ولد وبنت طريق من اوسع الطرق الى خساره الدنيا
والاخرة قضية الاختلاط، او ان شئتم ان تسموها ظاهرة الاختلاط. الاختلاط اللي اصبح منتشر في دم المجتمع بتاعنا، اختلاط في كل شيء تحت مسمى الوظيفة، اختلاط في العمل بين السكرتيرة والمدير، بين الموظفة والموظف، بين الممرضة والدكتور، بين البائعة في المحل وصاحب المحل، اختلاط في التعليم، مدارس اعدادية مختلطة، مدارس ثانوية مختلطة، حتى الدروس الخصوصية في الثانوي والجامعة بقت مختلطة، الجامعات، التكاشف، المحاضرات، الراوندات كلها مختلطة، كل الاختلاط بقى ماشي في دم المجتمع، الرحلات ينفع رحلات، اختلاط في الرحلات، اختلاط في النوادي، اختلاط في المصايف، اختلاط على الشات والنت والبلوتوت، اختلاط في القرى، ده زي اخوكي، ده ابن عمك، ده انا مراتي بميت راجل، اختلاط في الافراح، الواحد اليومين دول يصرف على الفرح 70-80 ألف جنيه ويخرج ب 70-80 مليون سيئه بسبب الاختلاط والمصايب اللي بعد الاختلاط اللي حصلت في الفرح بتاعه، ده اول حاجه، اول حاجه في حياته الزوجيه بس، اول حاجه بيقدمها لربنا جزاء شكر لله على نعمه ان هو رزق زوجه، 70-80 مليون حسن على الاقل في ليله زياده، مليون سيئه على الاقل في ليله زياده اهي، اختلاط في كل مكان يا جماعه، اختلاط في المصايب، اختلاط في الاسر، صديق الاسره، صديق العائله، ممكن تلاقيه عادي قوي فلان ومراته رايح يزور فلان، صديقه ومراته والاثنين كله اصدقاء العائله لبعض، وتفضل دي ودي كاشفين شعرهم قدام جوز دي وقدام جوز دي وسهرانين للصبح، ده صديق العائله. الاختلاط اللي بقى منتشر في المجتمع ده، مين ده؟ ده ابن عمي، ومين ده؟ ده زميلي في الشغل، ومين ده يا بنتي؟ ده صاحبي، ده صاحبي في الدراسه، ومين ده؟ ده اخو جوزي، ومين ده؟ ده صاحب جوزي، كل ده عادي. امال مين اللي لو المراه الوقت وقفت معاه يبقى حاجه مش عادي؟ وده زي بنتي، ده زي اخويا، ده زي ابني، وازيك يا عمو؟ الحمد لله يا بنتي، عامل ايه يا عمو؟ وتضحك مع عمو وتهزر مع عمو، ما هو عمو بقى والله اعلم عمو بيفكر في ايه. الا ليت الشباب يعود يوما. فالاختلاط، كان احد زمايلنا، احد الاخوة ايام ما كان في مدرسة ثانوي مختلطة، كانت ام البنت تقول له يا حبيب يعني الرحلة بتاعت اللي هتطلع دي لو انت ما طلعتش فانا مش هطلع بنتي ابدا، انا ما امنش عليها الا معاك. حاضر يا طنط، الف شكر يا طنط، يا سلام اي خدمة تانية. لا يا حبيبي خلاص حافظ عليها زي عينك، حاضر جوع عينيا الاثنين ان شاء الله. احد الشباب كان في كلية، بس كان معمر شعب بقاله كذا سنة في الكلية، فبنت داخلة لسه سنة اولى، ابوها بيقول له في التليفون يا ابني خدها وعرفها الكلية وعرفها الكتب. ابوها يا جماعة، ابوه، ربنا بيقول قوا انفسكم واهليكم نارا، وابوها اللي بيعمل كده في بنته، ابوها اللي بيفتح باب من ابواب جهنم على بنته والعياذ بالله. فاصبحت قضية الاختلاط الوقت عادي، حاجة عادية جدا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. انا واثق من بنتي، طب تعالى يا عم الواثق، اما اتفرجك على اللي مترمين على رصيفة الجامعة اتنين مع بعض، وتعالى يا عم الواثق اما نسمعك هما بيقولوا ايه لبعض هما قاعدين مع بعض. انا بنتي حاجة ثانية، لما تيجي تحكي له اي موقف حصل، انا ابني حاجة ثانية، انا اخويا حاجة ثانية، انا نفسي حاجة ثانية. ليه؟ لا حاجة ثانية ولا حاجة ثالثة، هو كله زي بعضه، كله زي بعضه يا جماعة. اللي هيتحط في هذه البيئة هو حر في اللي هيحصل فيه. فيجي يقول لك انا واثق وانا بنتي حاجه ثانيه، واصبح الولد والبنت دلوقتي، الولد دلوقتي والبنت ما يتصوروش درس خصوصي من غير اختلاط، دورة كمبيوتر من غير اختلاط، مصيف من غير اختلاط، رحله من غير اختلاط، محاضره او سيكشن من غير اختلاط، ما ينفعش. والولد دلوقتي امنيه حياته يبقى المحمول بتاعه فول ميموري، نمر بنات، يا وكمان لو في ميموري ثانيه ولا محمول ثاني وثالث. هو ده الواقع اللي احنا وصلنا ليه. وتيجي تتكلم يا اخي، يا اخي بلاش العقد النفسيه اللي عليكم بقى تطلعوها على الناس، يا اخي ده انتوا عندكم كله كده، كل البنات نيتها مش عارف ايه، وكل الاولاد ذئاب بشريه ماشيه، يا اخي بلاش التصرف اللي انتوا فيه ده بقى. وتيجي تتكلم، احنا بنتكلم والله قدام الناس، قدام المجتمع، يعني هو المجتمع اعترافه بقى دليل شرعي؟ ما الخمره الوقت بقت هوم ديليفري في القاهره، يبقى الوقت نشرب والعياذ بالله خمره في الشوارع. وتيجي تتكلم واحد تاني، ده انا بتصحيني لصلاه الفجر، ده انا بدعوها الى الله، ده احنا بنتعاون على طاعه الله ومرضات الله سبحانه وتعالى من خلال اللقاءات اللي احنا بنتقابل فيها مع بعض دي. وتيجي تكلم اب يقول لك انا بنتي متربيه، انا قلت لها يا بنت انا هسيبك على راحتك بس اوعي تعملي حاجه غلط. يا سلام، عامل زي واحد جاب شركه بنزين وقام كاتب عليه ممنوع الاشتعال وقام حطه وسط النار وقال لك مش هيولع. هو انت عشان قلت لها ممنوع يبقى بنتك لما تحطها وسط نار الاختلاط مش هتحصل الحريقه؟
كل ده يا جماعة سحار سحار. افشات السينما تحس ان افكر من الفجور والعياذ بالله. الدش اصبح لا يثق في شاب ولا فتاة الا ولا ذمة. التلفزيون بيتنافس مع الفضائيات عشان يحافظ على الجمهور بتاعه من خلال طبعا عرض الصور بتاعت الفتيات وبتاعت وبتاعت. اصبح سعار عرض المرأة في كل مكان. والشباب ماشي مش عارف يعمل ايه والبنات ماشي مش عارفة تعمل ايه. سعار والبنات بتوع سنة وبتوع جامعة والستات ماشيين ما هماش عاملين كتاب يوم هيتقفل عليه امورهم فيه ويتسألوا ايه اللي انتوا كنتوا بتلبسوه ده. تفتح التلفزيون تلاقي واحدة طالعالك. تفتح مجلة تلاقي صورة واحدة طالعالك. تفتح النت تلاقي صورة واحدة طالعالك. تفتح التلاجة تطلع حاجة ساعة تشربها تلاقيها عليها صورة واحدة طالعالك. ناقص تفتح علبة التونة تلاقي واحدة طالعالك من علبة التونة. كل ده الشباب طبعا بيتضغط بيتضغط بيتضغط. يخرج ينزل الشارع ولا ينزل الجامعة يلاقي الفرصة مفتوحة قدامه. اول خطوة من خطوات الشيطان نحو الهلاك هي الاختلاط. يقع الشباب والبنات فورا في الاختلاط. عايزين نعمل فيلم فيديو كده. الصورة الاولانية بتاعته متصورة من ساحة الجامعة ساعة 2 الظهر الاختلاط والتبرج والعلاقات اللي الله اعلم بيها. والصورة الثانية بتاعته متصورة من فرح في فندق اي فرح من افراح المسلمين في فندق من الفنادق بما فيه من اختلاط وعري وتبرج وسفور. والصورة الثالثة من بلاج من احد البلاجات وقت الصبح. والصورة الرابعة شارع المشاة او اي شارع من شوارع المسلمين في يوم الخميس بالليل. والصورة الخامسة والصورة السادسة والصورة السابعة. وناخد الفيلم ده ونطلع بيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول له شوف يا رسول الله شوف حال امتك وصل ليه يا رسول الله. شوف المسلمين وصلوا لدرجة ايه يا رسول الله. قضية الاختلاط يا جماعة قضية الاختلاط. انا ليه بتكلم عن الاختلاط؟ طب ما انا كنت اتكلم عن الجواز العرفي مثلا. لا ده اخطر الف مرة من اي موضوع تاني. ده هو الثغرة. ما هو الوقت لو في واحد عايز يدخل يقتل واحد جوه بيت والبيت متقفل كويس هيدور على ثغرة يدخل منها. اهي الثغرة اللي الشيطان دخل منها للمجتمع بتاعنا هي ثغرة الاختلاط. قضية الاختلاط. اتصلت بي احد الفتيات من فترة وكانت منهارة في غاية الانهيار. يا بنتي في ايه؟ طبعا يعني هي طبعا في حالة الانهيار ده بقى بتجيب كل اللي في صدرها بقى ما تخبيش حاجة. بدأت العلاقة طبعا عبارة عن صداقة. لا مش صداقة بريئة ده بس كلام بريء. تطور الى علاقة بريئة. تطور الى صداقة بريئة. تطور الى صداقة غير بريئة. ثم الجريمة اللي بيهتف لها عرش الرحمن ولا يهتف لها عرش الانسان. يتكرر جريمة الزنا والعياذ بالله. ثم طبيعة تخرج معاه كتير وعايزة تتفسح وعايزة تروح وعايزة تيجي. تعمل ايه؟ قال لها قولي لاهلك. وكان راجل غني شوية حبتين شاب غني حبتين. قولي لاهلك انك بتشتغلي في شركة وانا هديكي 600 جنيه شهريا تديهم لاهلك على انهم مرتب الشركة. وتمشي معاه زي ما هي عايزة حتى من غير جواز شوية وفوقت ان هي حملت. طب تعمل ايه؟ طبعا هي واثقة فيه طبعا ده. معقولة يكون بيضحك عليا كل ده؟ لا يمكن يكون بيضحك عليا. فما اكترفتش او ان هي تفقد نفسها لغاية ما وصل الامر ان هي ما عادش ينفع تفقد نفسها. قال لها لو يعني طب اتصرفي. راحت لوالدته. والدته طبعا مسحت بها الارض طبعا. اقل واجب لازم ام تعمله في موقف زي ده. مسحت بها الارض. طب تعمل ايه؟ بدأت بطنها تكبر ومش عارفة تعمل ايه قدام اهلها. قال لها قولي لهم انك مسافرة مؤتمر تبع الشركة ويعني عشان تهربي عما تيجي بعد الولادة. فقالت لهم كده قالوا لها ابدا احنا ناس احنا من كده تسافر برضو وتعمل الحاجات البايخة دي ابدا. فاما لا طيب قولي لاهلك ان الشركة هتديكي 3000 جنيه مقابل الشهر اللي انت هتخرجيه بره. طبعا اول ما الباشا وزوجته يعني سمع 3000 جنيه اتفضلي يا بنتي احنا انت متربية وتحافظ على نفسك طبعا في اي مكان. راحت سافرت في احد الاماكن قعدت شهر. طب معلش اتاخرنا كمان اسبوع. طب الموضوع اتاخر اسبوعين لغاية ما ولدت. ثم رجعت لاهلها ساعة ما صحت من الولادة ما لقيتش الجنين بتاعها. فين ابني؟ بعدين بعدين. طيب انا عايز استريح ما ينفعش قومي. طب انا تعبان انا بموت ما ينفعش. قومها ورجعها لاهلها. رجع لاهلها طبعا في غاية الارهاق والتعب والاجهاد. منظرها بيموت. ايه يا بنتي في ايه؟ ده انا وقعت من على سلم بس معلش. طب ادخل استريح يا بنتي. طبعا هي بتتصل منهارة ليه؟ اول حاجة ابنها عايز اشوف ابني. طب ولو الوقت رحت اشوفه اشوفه فين؟ زمان وداه ملجأ ولا وداه فين؟ وفي نفس الوقت لو جيت لامي وابويا قلت لهم انا الوقت بنتكم اللي انتم بتصنوها لسه يعني بنت بنتكم وقال عندها ابن امي وابويا هيموتوا فيها. البنت دي مش مدركة كارثة تانية يا جماعة. ما هو البنت اللي بتخرج خسرانة كل شيء في مثل هذه العلاقات مش مدركة ان هي ما عادش ينفع تتجوز اصلا.
اصل البنت اللي قلت دلوقتي هتيجي هتضحك على واحد، انما ده عندها ابن هتقول له ايه؟ هتوديه فين؟ هتهرب منه فين؟ يبقى اتحرمت من اكتر حاجه بتظل الفتاه تحلم بيها طول عمرها، زوج يحنو عليها ويحبها ويحترمها، راحت فين؟ خسرت كل حاجه. انا عايز اقول للبنت، البنت يا جماعه اللي لها 90 صديق، 20 في الجامعه، و15 في النادي، و5 في الشارع اللي وراه، و20 على الشات، و15 واحد على الايميل، واولاد الجيران، واصحاب اولاد الجيران، وحبايب اصحاب اولاد الجيران، و90 واحد في المصرف لما بتسافر في الصيف، البنت اللي تقف مع ده، وتتكلم مع ده، وتضحك مع ده، وتهزر مع ده، وتدي مثل ده، وتلعب صلح مع ده، وفي الاخر والله يا بنتي فوق قسما بالله ما في واحد منهم هيبص لك لما يجي يتجوز. انا عايز اقول للبنت اللي اول ما بتدخل الجامعه اول حاجه في دماغها يعني دلوقتي ما عادش حد بيخبط على البيوت خلاص، يا روح انا اخبط ما حدش هيخبط عليا، يبقى ادور على اول واحد اكثر واحد مناسب في الناس اللي حواليها، ده انا هاخده يعني ايه ضمان، عشان لو ما تقدمليش حد يبقى انا معايا واحد هاخده الضمان على ما تفرج. طيب وبعد كده لو تقدم لها واحد في النص الحمد لله فرجت ما خسرناش حاجه، كذا مليون سيئه بس من الوقفات والكلمات والزنا العين واليد وزنا القلب واتخاذ الاقدام، ايه يعني ما خسرناش حاجه. طيب ولو ما جاش اهو عم الاستبن موجود هيروح فين يعني؟ الحمد لله احنا ضمننا. انا عايز اقول للبنت دي يا بنتي قسما بالله قسما بالله قسما بالله العلي العظيم ما عند الله لا ينال الا بطاعه الله. انت فاكره انك انت هتجيبي زوج بمعصيه الله؟ لو اتجوزتيها تتعبي اكتر من لو ما اتجوزتيش. ما عند الله لا ينال الا بطاعه الله. البنت اللي بتدخل تلاقي مع الوقفات بين الشباب والبنات وقفات عجيبه، وكل واحد يحكي قصه اليوم بتاع امبارح خمس مرات ما مش لاقيين كلام يقولوه، ولما الكلام يخلص طب نلعب سيجا ولا نلعب صلح ولا نعمل اي حاجه، وبعد كده بقى الخداع بقى زي ما انت عايز بقى، والرقه المصطنعه زي ما انت عايز. احد الفتيات واحد بيعكسها في التليفون فصوتها عجبه، قعد يحاول معاها يحاول معاها لغايه ما اطمعها انها تقابله بره، فاول ما شافها بره هو متوقع انه يشوف بقى فاول ما شافها بره يعني يبدو ان هو ايه حسب ذوقه هو طبعا يعني ايه الموضوع ما عجبوش كده يعني، فقال لها فقالت له اصلا الجمال مش مهم المهم الاخلاق. الله شايفين الخداع يا جماعه؟ هو ده اللي بيحصل والله يا جماعه. والرقه المصطنعه، كنت مره في استقبال المستشفى قاعد لقيت فتاه داخله مغمى عليها وفقد النطق. يا جماعه في ايه؟ البنت حالتها هو ايه اللي عملها كده؟ اختها البنت الشابه الصغيره لكمت لها، فما لكمت لها البنت حصل لها هذا الوضع. قلت سبحان الله اهي دي لو واقفه في الجامعه بكره الله اعلم هتقف وتتكلم بأي لسان ولا هتتكلم بأي طريقه، غير بقى نظام بقى الايه؟ الافلام على بعض. انا عيب ان انا صريح جدا، انا اكبر عيب في ان انا ما بكتبش ابدا. انا بابا بيقول لي انت يا بنتي هتعيشي انت مش زي اخواتك ليه؟ انت هتعيشي بالاخلاق دي وسط الدنيا ازاي يا بنتي؟ لازم تغيري اخلاقك شويه. طبعا الافلام ويقعدوا مع بعض مع بعض، وفي الاخر بقول لمثل هذه الفتاه والله يا بنتي فوقي والله ساعه واحد من دول ما يجي يتجوز هتفاجئي ان لا الفاسد رضا يبص لك، لان مش ده الستايل اللي هو عايزه عند الجواز، ولا الملتزم رضا يبص لك لانه هو برضه مش ده الستايل اللي هو عايزه عند الجواز، وتلاقي نفسك واقفه في النص لا ده راضي ولا ده راضي، وتلاقي نفسك ندمان على كل اللي فات. يا بنت الحلال اللي عايز يقضيها معاكي مثال ده مش بتاع جواز، اللي عايز يشيد معاك على النت ده مش بتاع جواز، اللي عايزك تركب العربيه بتاعته معاه ده مش بتاع جواز، اللي عايز يدخل معاكي سينما ده مش بتاع جواز، ولو اتجوزك هتعيش بسعافه اكتر من لو ما اتجوزكيش. وانت حبيبي اللي صاحبه 150 صندوق دي مش هتربي لك عيالك. يا جماعه عايزين نفوق، يا جماعه عايزين نفوق. انتوا مستغربين من حاله هذه الفتاه والمأساه اللي هي وصلت ليها؟ في مآسي اكتر من كده بسبب الاختلاط، بنت واتصاحبت مع ولد، بس يا بنتي ده مش مسلم صاحبي، هو في عيب ان صاحبي يبقى مش مسلم؟ انتوا متطرفين ولا لا؟ مش متطرفين الحمد لله. صاحبت مع الاخ اللي غير مسلم ثم حبوا بعض، ما العلاقه البناء لازم تتطور، ثم طب هيعملوا ايه؟ طب الحل ايه دلوقتي؟ ده ما ينفعش يتجوزوا، يبقى لازم واحد فينا يغير دينه. طب انت حاول تغير دينك، راح يحاول يغير دينه ما ينفعش، في مشاكل كبيره. طب انا حاول والعياذ بالله هي تحاول تغير دينها، راحت للقسيس قال لها لا ده انت دون السن القانوني لسه ما اقدرش اخليك طب الحل ايه؟ نحاول مع اهلنا غصب عنهم. الاهل رفضوا تماما، اما يئسوا يبقى كل واحد مننا يشرف نفس السم في نفس اللحظه ونموت منتحرين عشان ارواحنا تتلاقى في السماء.
يا سلام، كانت هي في قرية تلعب فشربة السم ما عرفوش يلحقوها، ماتت كفرة منتحرة والعياذ بالله، وكان هو في مدينة بجنب مستشفى بقدر الله، يعني بقدر الله طبعا لحقوه هو وشوفوا هي ماتت على اي موتة بسبب ايه؟ العلاقات البريئة اللي كانت في العلاقات البريئة. يا جماعة موضوع مش بسيط والله، يا جماعة موضوع فظيع. احد الناس يعني كان احد الشباب اتعرف على بنت في الجامعة، فالمفروض ان يعني البنت وقتها عادي علاقة بريئة فعلا، ولكن الولد بدأ يحبها، بدأ يتعلق بيها، البنت مش يعني عادي بالنسبة لها، فمرة من المرات فرحها بحبه رفضت، بدأ يحاول يعني يضغط عليها رفضت، فوجئت ان في مرة من المرات داخل عليها الجامعة بسكينة وانهال عليها بالطعنات، وكان المشهد الاخير ليها في استقبال احد المستشفيات، وكان المشهد الاخير ليه في صفحة الحوادث في الاخبار، وكانت نقطة البداية علاقة بريئة، علاقة بريئة جدا هي اللي وصلت الموضوع لهذه الدرجة. عايزين نفوق ونعرف الاختلاط ممكن يعمل كوارث شكلها ايه حتى داخل الاسر. سمعتم عن اللي سمت زوجها بسبب اخويا يدخل البيت في اي وقت، هي حبت اخوك وبعد ما حبوا بعض عايزين يخلصوا من الاخ ده بقى، يخلصوا منه زي سموه وهو بيموت، قفلوا عليه اوضة قعد يخوط في الشارع ناحية الشارع ويقول لهم سموني، طبعا هم راحوا في داهية وهو راح في داهية، كلهم راحوا بتحكي في الاخر. طب وبعدين يا جماعة؟ وبعدين سمعتوا عن اللي قتل الاستاذ بتاعه بسبب الصراع على فتاة ضرب عليه النار؟ قد تكون الفتاة دي والله لا تعرف ده ولا تعرف ده، ولا هدارية بده ولا هدارية بده، يعني العلاقات البريئة دي ممكن تكون نية احد الطرفين فيها حلوة، بس الثاني مين اللي يضمن نية الثاني فيها؟ مين يا جماعة؟ مين اللي يضمن؟ يعني لما دخل الاسر اخو زوج البنت قاعد عادي مع مرات الولد، ما هم اخوات ونسايب، وفي الاخر الاب يلاقي بنته اتطلقت وابنه مراته اصرت ان هي تطلقها، ويلاقي طليق ابنه طليق بنته متجوز طليق ابنه، يعمل ايه ساعتها بقى؟ ما هو شيء طبيعي، ما هم قاعدين مع بعض، ده اوسم من ده، وده معطل عن ده، ودي شعرها اجمل من دي، ودي صوتها ارق من دي، ودي هدومها اشيك من دي، النتيجه هتبقى ايه؟ تزيين الشيطان بقى. مين اللي يعرف تزيين الشيطان بيبقى شكله ايه؟ احد الشعراء كان والعياذ بالله راجل فاسق، فكان لما يحب ينال امراه من حرام يهددها، هكتب فيك قصيده شعر لو ما يعني ما عملتش اللي انا بامرك بيه او اللي انا بقولك عليه. فمره من المرات راح لواحده فقالت له طيب خلاص ماشي انا موافقه، بس على شرط نلتقي بالليل ولا توقد السراج في الظلام. ثم راحت لمراته وقالت لها، مراته هي اللي راحت له بعد ما يعني فعل ما فعل مع زوجته، قالت له انت مش عارفني انا فلانه مراتك. فقال الكلمه والله يا جماعه في غايه الخطوره، قال ما اسواك في الحلال واحلاك في الحرام. هي مراته، بس الشيطان بيزين بقى، ممكن تكون مراته اجمل الف مرة من اي واحدة بصرها برا لما اختلط بيها، ولكن تزين الشيطان عشان دي مراته قدامه ما يبصرهاش، واللي برا ممكن اقل الف مرة منها، ولكن الشيطان يقعد يزين لغاية ما يضيع الامر. انا عايز اتكلم معاكم عن قصة من القصص اللي بتبين انهيار المجتمع بتاعنا، مش قصص واقعية بقى، قصة اخطر من اي قصة واقعية، قصة في القرآن، قصة سيدنا يوسف، قصة سيدنا نموذج تعلقة نموذج ايه عشان ايه؟ لو كنت رحت تكلم جوزها في الاول يقول لك انا مراتي تبص لده، انت مش عارف فرق المركز بينه وبين مراتي ازاي، اللي عادي مراته مع الخدام ومع السواق ومع هو مش خايف على مراته في الاختلاط في اي حاجة، ما انت شايف فرق المركز بين مراتي وبين العبد اللي عندها، وبعد كده انت ما انت شايف فرق السن ولا ايه؟ لو هو طفل صغير داخل بيتنا كانت مراتي شابة ومتجوزة، يبقى ازاي مراتها تبص له؟ يا حبيبي ساعة ما النار بتتحط جنب الجهاز محدش يفكر ايه الحريقه اللي هتحصل بقى، اقعد اتكلم من الصبح عم النار تاكل كل حاجه. بعد كده وراودته التي هو في بيتها قدام عينيها في السكشن بتاعها في الراوند بتاعها في المحاضره قدامها قدام بعض في نفس الفصل ولا في نفس المدرسه ولا في نفس الدرس على طول قدام بعض راودته، يبدا الانشغال من طرف واحد، تبدا التلميحات مفيش فايده، تبدا التصريحات مفيش فايده، يبدا الانفجار بقى، مرحله الانفجار النار اللي ياما اتحرق فيها شباب من شبابنا وياما اتحرق فيها بنات من بناتنا، لما تيجي مرحلة النار تتأجج ربنا ينجي منها سيدنا يوسف. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، لما الاختلاط يحوط الشاب ما عادش عارف يروح فين، تبدأ السمعة بتاعت البنت الجريئة دي بتاعت امرأة العزيز تطلع بره، يبدأ نسوة
المدينة يقولوا إن لنراها في ضلال مبين. لسه المجتمع مش متعود على واحدة جريئة لهذه الدرجة، وواحدة يعني تبدأ ضحكة شيطانية تطلع من امرأة العزيز. يا سلام، هم قالوا كده، هم شايفين انه حرام عاملين لي شرفة. انا عارفة هيقعوا ازاي، زي ما انا وقعت هم يقعوا، انا اللي وقعنا الاختلاط، هم اللي وقعوا الاختلاط. هاتوهم وهاتوه دخلوا عليهم، هيقعوا زي ما انا وقعت. ونفس نفس خطة الغرب، عايزين يوقعوا المجتمع الاسلامي. بسيطة قوي، عايزين تعملوا حريقة على المرجى من الجهاد، اعملوا لهم مدارس اعدادية مشتركة ومدارس ثانوية مشتركة، اعملوا لهم اختلاط في كل مكان. هيقعوا. وبعد كده يا هي كانت بنت جريئة في الاول، تطور الموضوع بقت شلة جريئة بقى، وقعوا وكلهم بقوا بيروضوا عن نفسه والعياذ بالله. الموضوع بقى شلة جريئة، فيتطور بعد كده ويبقى مجتمع جريء وليس شلة جريئة. وسيدنا يوسف عارف المصيبة جت من ايه، عشان كده قال لي ربنا ايه، وإلا تصرف عني كيدهن، يا رب ابعدهم عني، اصرفهم عني. سيدنا يوسف عارف ان المشكلة في الاختلاط، عشان كده يا جماعة العفاف، حتى لو دخلنا سجن العفاف مع سيدنا يوسف ولبسنا فيه بضع سنين، العفاف يا جماعة، العفاف، عدم الانجراف وراء الطيار ده هو. وبعد كده لما جوزها يعرف الكارثة، استغفري لذنبك، هتقولهم شيخ كده ما بين التمثيلية والسهرة، يدوب خمس دقايق كلمتين عن ربنا. وبعد كده لما يجي الشاهد، ان كان قميصه قد من طبل، لو القميص بتاعه اتقطع من قدام يبقى هو اللي كان بيحاول يعتدي عليه بقومه، طب لو قميصه اتقطع من ورا يبقى هي اللي كانت بتحاول تشده وهو بيجري منها. طب يا رب لو القميص مقطوع من ناحيتين في المجتمع اللي احنا عايشين فيه الوقت، لو القميص مقطوع من ناحيتين يبقى مين المسؤول؟ يبقى هنشيل حط المسؤوليه على مين؟ للاسف يا جماعه قميص المجتمع الوقتي مقطوع من ناحيتين. احد الشباب جه بيقول لي انا كنت بصلي الفوت في المسجد، بعد العشاء اروح البيت اصلي 11 ركعه قيام ليه؟ يعني راجل قوام. وبعد كده خطب بنت كويسه، دخل البيت بيقول لي فوجئت ان هم بيقفلوا علينا الباب. طب وبعدين؟ الباب بيتقفل ساعه واثنين وثلاثه، وبعدين البنت حملت. حملت ايه يا ابني؟ ده انت كنت راجل قوام، هيعمل ايه يا جماعه؟ احنا مش بنعذر حد، ولكن ما هو اللي دخل وقبل السكه من اولها ما يعرفش ايه اللي هيحصل، وده كان راجل قوام. مش عايزين نحكي بقى تداعيات القصه، خلينا نكمل المشوار اللي احنا ماشيينه مع بعض يا جماعه. عايزين نعرف ان اولها بتبدا بقره صديد في الجسم، وتنتشر واحده واحده لغايه تدمر الجسم. بقره، شله واحده بس، شله واحده مختلطه. ايه يا جماعه؟ لما كنا زمان في الكلية او حتى قبل ما نروح ندخل الكلية، كنت لو دخلت اي كلية تلاقي الكلية كلها ما فيش حد واقف مع حد، وتلاقي شلة واحدة بس جريئة هي اللي واقفة مع بعض، وكل الناس بتبصلة مش مقفال، ولو ذكرت في غيبتها كل الناس تشمئز من ذكرها، هي دي بس الجراء اللي واقفة مع بعض. الوقت دي تدخل الجامعة تلاقي العفاف هم اللي شلة واحدة في الكلية. شايفين انقلبنا ازاي؟ ما هو الغرب فهموها، قالوا لك احنا لسه هنستنى، عم الواد والبنت يدخلوا اول سنه يسبلوا لبعض، ثاني سنه يفهموا لبعض، ثالث سنه يتعرفوا على بعض، رابع سنه يكلموا بعض يطلعوا، لسه الفساد ما انتشرش. نعمل لهم مدارس اعدادي وثانوي مختلطه، التدبير يجي من قبل ما يدخلوا الجامعه، يدخلوا الجامعه جاهزين خلاص. ايه اللي هيحصل؟ كل المصايب اللي احنا سمعنا عنها واللي لسه ما سمعناش عنها، شيء طبيعي. يبقى الناس يا جماعه لعبتها معانا صح، الناس اللي عرفت تفكر معانا صح. وقصة سيدنا يوسف في سورة يوسف قصة انهيار مجتمع احنا عشناه، حتى المجتمع اللي ربنا اختاره كان هو المجتمع المصري، حتى المجتمع اللي في الصورة كان هو المجتمع المصري، نفس قصة المجتمع المصري. ولازم ناس تصبر وتلزم العفاف حتى النهاية مع سيدنا يوسف عليه السلام. يبقى ليه انا بتكلم عن الاختلاط؟ عرفت ليه بتكلم عن الاختلاط؟ طبعا الوقت عرفته، لان الوقت الحرائق المشتعلة في المجتمع، كل قصة حب حريقة في قلب الاسلام، كل حالة زنا حريقة في قلب الاسلام، كل حالة زواج عرفي حريقة في قلب الاسلام، كل حالة عنوسة او طلاق حريقة في قلب الاسلام، وكل دي من نتاج الاختلاط، كل ده من نتاج الاختلاط. نقطة الانهيار في اي مجتمع الاختلاط، لانه بيحول الناس لحيوانات بتفكر بشهوتها. الباب اللي لما يتفتح كل المصايب تيجي بعد كده الاختلاط. عارفين لما يكون في 100 حنفية في شقة ولهم محبس، الحنفيات دي المصايب اللي بتحصل، الزنا والجواز العرفي وجواز الدم وكل اللي بيحصل، المحبس الاختلاط. لو احنا تعففنا عن الاختلاط لعاد شاب هيجي يصوت ويقول مش قادر،
قادر، الشهوة صعبة عليا، ولا عاد شاب يجي يقول لي عادة سرية، ولا عاد فتاة تيجي تشتكي. ما عادش يا جماعة كان ده ليه؟ لأن احنا قفلنا المحبس. كل الحنفيات دي بعد كده هتجيب مية منين؟ ما عادتش هتجيب بعد كده. عايزين يعني احنا بنتكلم عن مصايب الاختلاط في الدنيا، انما المصيبة الكبيرة في الآخرة مش في الدنيا. احنا عايزين قبل ما نتكلم عن الاختلاط في الآخرة بيودي فين، نتكلم عن حكم الاختلاط. الاختلاط حرام، حرام. انتوا ما سمعتوش عن السيدة عائشة لما جت لها امرأة دخلت عليها بتفرحها بتقول لها يا أم المؤمنين لقد طفت حول البيت سبعا، طفت سبع مرات واستلمت الركن مرتين أو ثلاثة، ورحت وصلت لقيت الحجر الأسود واستلمت مرتين ثلاثة. يبقى لازم زحمة الرجال. فقالت لها عائشة لا آجر في الله، لا آجر في الله. ايه ده؟ ده انت ضيعت الأجر بتاعك كله، أجر الطواف والعبادة العظيمة دي ضيعتيها. ليه؟ تدافعين الرجال؟ ألا كبرت ومررت؟ انت بتدافع الرجالة؟ ازاي؟ تخيلوا ده في ايه؟ ده في أعلى مكان محدش بيفتكر فيه حد يا جماعة. رسول الله مع الصحابة في المسجد اللي هو أطهر مكان، وقت الصلاة اللي هي أكثر وقت بيتصل قلب العبد بربه، بيقول شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. ليه يا رسول الله؟ كل ما الست تبعد عن الرجل حتى في الصلاة كل ما تدخل ليها. يعني ربنا مش بيقول لك ما تتكلميش أو ما تقفيش، بيقول لك ما تقربيش. ما تقربيش بتقربي من ايه؟ بتقربي من هلاكك وهلاكه. يبقى إذا يا جماعة ده حتى في الصلاة. عشان كده سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما دخلوا عليه يقتلوه، فالسيده نائله مراته كان شعرها كبير كده، فهجمت عليه تغطيه وشعرها مكشوف وغطته بشعرها، فقال لها البسي خمارك فوالله لدخولهم علي لقتلي اهون علي من حرمه شعرك. شايفين راجل خير على شعر مراته وهو بيتقتل؟ مش الاب اللي بيدي لبنته 400 جنيه في ايديها الساعه 6 الصبح وهي نازله رحله مع 40 ولد غراب عنها، هتقعد معهم اربع ايام في بلد بينه وبينها سبع ثمان ساعات؟ تخيلوا يا جماعه من ايه لايه؟ شوفوا قول الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى حرم الصحوبيه مرتين في القران، مره على الستات ومره على الرجاله. ولا متخذي اختان، الاصحاب بقى اللي واخدين على بعض، ولا متخذات غير متخذات اخدان ولا متخذات اخدان. لا البنت تصاحب ولا الولد يصاحب، ولا الولد يتجوز واحدة من اللي بيصاحب، ولا البنت تتجوز واحد من اللي بيصاحب. تخيلوا اما ربنا يقول كده في القرآن. شوفوا ربنا بيقول ايه، شوفوا ربنا بيقول ايه. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ربنا بيكلم مين؟ ده بيكلم اطهر قلوب على وجه الارض، قلوب امهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيكلم صحابة رسول الله مصعب وسلمان وعمر وابو بكر وعمر. مش بيكلم شاب شهوته خلاص ما عادش قادر، وبيكلم فتاة شباب ممكن يضحك عليها والفتن تضحك عليها. وربنا بيقول كده امتى يا جماعة؟ لما كان الوحي متصل ما بين الارض والسماء 23 سنة، اطهر فترة مرت على وجه الارض، مش في فترة سعار الشهوات اللي احنا عايزينها. وربنا بيقول لهم كده امتى؟ وهم معهم رسول الله. تخيلوا احنا معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معنا دعاة الفضائيات اللي قلبوا الحق باطل والباطل حق وفصلوا دين على مزاج الناس. هي اللي لهم رأس فتنة لما احد الدعاة بتوع الفضائيات واحدة تقول له الجواز ونتجوز ازاي؟ قال لا لازم برضه يبقى ليكي كده، ولازم برضه تعملي حفلة مع شباب العمارة انت بتدعو لايه؟ انت بتدعو للجنة ولا بتدعو لجهنم؟ انت واقف على باب الجنة ولا من الدعاة اللي واقفين على باب جهنم؟ شايفين يا جماعة الموضوع ممكن يوصل لدرجة ايه؟ وفي نفس الوقت ربنا بيقول ايه؟ وإذا سألتموهن متاعا، عايزين حاجة ضرورية، عايزين أكل، عايزين حاجة مهمة، مش كشكول المحاضرات وصور مذكرة وأعرف الدكتور قال لي إيه والكلام الفارغ ده، لا. وفي نفس الوقت تخيل صحابي راح يسأل أم المؤمنين، هيسألها في إيه؟ هيسألها في حكم من أحكام الدين؟ هيسألها في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هيتكلموا في الدين، هيتكلموا في الجنة والنار والموت والحساب، هيتكلموا في تزكية النفوس وإصلاح القلوب ورضا الله، هيتكلموا عن ربنا يا جماعة، مش هيتكلموا في الحب والكلام تخيلوا بعد كل ده ربنا برضه يقول لا، العلاقه ما يبقاش فيها اختلاط. هيحلها الفاطمه بنت، هيحرمها على فاطمه بنت محمد ويحلها لك انت، هيحرمها على عائشة بنت ابي بكر ويحلها لك انت، هيحرمها على زينب بنت رسول الله ويحلها لك انت، هيحرمها على سلمان ومصعب ويحلها لنا احنا يا شباب. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش والله. فاسألوهن من وراء حجاب. خلاص يا رب
الحجاب اترفع يا رب، ما عادش يا رب، صرت اهون الناظرين الى رفعة المعصية، والحجاب اللي رفعناه حطنا على قلوبنا وحطنا على عقولنا وحطنا على اوامرك وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم، اطهر طهارة لقلبك وقلبها. اوعى تقول نيتي وانت شفت نيتها، واوعى تقولي نيتي وانت شفت نيته. اللي شاف نية التاني يبقى يقول العلاقة دي بريئة، طول ما انت ما شفتهاش ولا يراها الا الله. علم القلوب ما تقولش الكلمة دي ابدا. النساء العظيمات دول والرجال العظماء دول ربنا يحدد العلاقة بينهم كده عشان تفضل القلوب طاهرة ومضيئة. احنا بقى نعمل ايه؟ نعمل احنا ايه؟ يبقى حلال لينا احنا؟ اذا كان ربنا الرسول حرم ان امرأة توصف لجوزها امرأة تانية، فاهمين؟ حرام انك تروح لجوزك بالليل تقول له انا شفت فلانة وعينها شكلها كذا وملامحها شكلها كذا ومفاتنها شكلها كذا، حرام. اذا كان حرم عليك انك انت تسمع وصفها، هيحل ليك انك تقف معها تبص الوصفها بعنك؟ ينفع؟ ينفعش. طب اللي خالفت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حد يقدر يخالف امر النبي عليه الصلاة والسلام؟ واحدة عملتها وحكت لجوزها جمال البنت اللي اخوها تقدم لها، تاني يوم راح هو اتجوزها، جزاها والله انها خلفت امر النبي. حد يخالف امر رسول الله؟ ابدا يا جماعة عليه الصلاة والسلام. اذا كان ربنا حرم النظرة غضوا من ابصار، وانتوا اغضضنا من ابصاركم، ربنا حرم النظرة. قال لها طب اللي حرم النظرة يحل الوقفة؟ طب وهو في وقفة من غير نظرة؟ يعني ينفع كده الاولاد والبنات واقفين في الشلة هو قاعد يبص للسماء وهي قاعدة تبص للارض وهو يوصف لها النجوم اللي فوق وهي توصف له الجسم؟ ينفع يا جماعة؟ ينفعش والله. بقى اللي عايز يقف من غير ما يبص ولا من غير ما نشوف هتدفع ازاي دي؟ اختلاط بدون نظر لا يمكن، والنظر حرام. يبقى الاختلاط حلال؟ لا يمكن يا جماعة، لا يمكن حد يقول كده. شوف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اياك والدخول على النساء. اوعى واحد يدخل على واحدة، ده انا جارك، ده انا اخو جوزك، ده انا جاي اركب وصلة نت، الكلام ده كله ما ينفعش. فواحد قال له يا رسول الله افرأيت الحمص؟ يعني اخويا قرايبي ازاي دول اقول لهم لا؟ قال الحم الموت، القريب الحبيب يبقى الموت. امال زميلك اللي ما يعرفش حاجة عنك ولا قلبه عليك يبقى ايه؟ اذا كان الحم الموت. احد السواقين التاكسي وهم ماشيين قرب الفجر في الشارع فلقى ست في حاله يرثى لها في الشارع فركبها، طلعت بتولد وعايزه تروح المستشفى، ودها المستشفى بسرعه. فلما وصلت المستشفى قالوا له ده بتولد، طب هات بياناتك. قال لهم انا مالي، انا سواق تاكسي. قالوا له بس هات، بس انا مش جوزها. يا سيدي هات كم مرافق ليها. ثاني يوم اتصلوا بيه، مبروك جالك ولد. انا ما اعرفهاش، انا سواق تاكسي. قالوا له ما فيش الكلام ده عندنا، انت جبتها وانت سجلت اسمك، وامال الولد ابن مين؟ احنا نعرف ابن مين من ايه؟ مالوش اب بقى والعياذ بالله. فعمل طب خلاص، الحل الوحيد ان هو يحلل حمض نووي عشان يثبت عدم النسب لهذا الولد. حل الحمض نووي فعلا بعد فتره عما ظهرت النتيجه. فقالوا له اتصلوا بيه قالوا له مبروك، ايه؟ طلع ان فعلا مش ابنك. قالوا له ما انا قلت لكم انا راجل مش بتاع الكلام دوت. قالوا له بس اصل انت طلعت اصلا ما بتخلفش. ما بخلفش ازاي؟ ده انا عندي خمس عيال. ما بتخلفش. حلل ثاني مرة على حسابه، طلع ما بيخلفش. راح لمراته، اولاد مين دول؟ قولي بالذوق احسن. قالت له اولاد اخوك. اولاد اخوك. تخيلوا بقى، اخوه بقى عايز طول العمر ده كله خمس اولاد، يعني يكون في كام سنة دول؟ في كام سنة وصاحبنا ماشي؟ اولاد اخوك. الحم الموت. يبقى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عايز اكلم اللي مش مقتنع ان الوقفة حرام، يقول لك لا لو تطورت لحب، تطورت لمش عارف ايه. يا حبيبي مجرد الوقفة بدا حتى السيئات يشتغل. يا جماعة الوقفة نفسها انت دخلت كده في دايرة الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني، العين تزني وزناها النظر، والاذن تزني وزناها السمع الاستماع، واليد تزني وزناها البطش. يعني ايه البطش يا رسول الله؟ اللمس.
طب هو اللمس ده، اللمس ده بقى اصل الباتش ده ما خدت حق حد. انت لما لبست واحدة اجنبية اعتريت على عرض ابوها وجوزها بعد كده في المستقبل، والعين بتزني بقى للسينما والتلفزيون والدش والكلام ده والنظر في الشوارع، والود بتزني بالسماع لما تقعد تسمع كلامه وقعد يغني عليك بقى وانت قاعدة مصدقك كلمتين اللي هو قاعد يقولهم لك، واللسان يزني وزنه الكلام، كلام المتزوق بقى والكلام والعز والله بتاع المكالمات الليلية، والرجل تزني وزنها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى احلام اليقظة ويصدق ذلك الفرج او يكذبه. ست انواع من الزنا غير زنا الفرج. الحب الوحيد الاختلاص لوحده العادي البريء اربع انواع من الزنا منه. عينيك بصت لها وودك سمعتها ولسانك اتكلم معاها وايدك على الاقل سلمت عليها ويعني اقل وقت. طب ولو حب ست انواع الزنا موجودين في هذه العرض. يعني انت عليك سند لما انت بصيت لها، ودنك سند لما سمعت كلامها وهي خضع بالقول، قلبك سند لما قبل ما تنام بساعة قعدت تفكر فيها. ايه يا جماعة؟ يبقى ده انواع من السنة اهو. يبقى ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعرض لهذا الموقف ليه؟ ايه اللي دخلنا في الدايرة دي؟ الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء؟ فتنة. كيف يجتمع الفتن والمفتون؟ ازاي؟ حرام يا جماعة، حرام انك تقفي مع صاحبك في الجامعة، حرام بكل جرأة. الواحد بيقولها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. حرام انك تقفي مع صاحبك في الجامعة، حرام انك تكلميه، حرام انك انت تتكلم مع صاحبتك، حرام ان واحد مدرس يدي درس خصوصي نصه بنات ونصه ولاد، حرام انك تشغل عندك واحدة وفي واحد ممكن يقدم وظيفتها حتى واحسن، حرام انك تقعد تهزر وتضحك مع زميلتك في الشغل، حرام. واذا كان الوقت حرام الشاذ يبقى حرام ولا حلال؟ والمس حرام ولا حلال؟ والمس مش حرام ولا حلال؟ عايزين نفكر يا جماعة، عايزين نعرف احنا ماشيين تجاه الجنة ولا ماشيين في السكة الثانية ولا عزو بالله. عشان كده ايه العقوبة اللي منتظرة اي انسان لما يتعرض لغضب الله؟ العقوبة انا عايز اسأل كل واحد وقف في اختلاط، اول سؤال ربنا بيبص لك، انت في نظرك بعد ما خلصت الوقفه دي قربت من ربنا ولا بعدت عنه؟ قربت من غضبه ولا من رضاه؟ السؤال الثاني، الارض اللي انت وقفت عليها معاها هتشهد ليك ولا هتشهد عليك يوم القيامه؟ الارض اللي مشيتوا عليها 300 400 كيلو وانتوا رايحين رحله مختلطه هتشهد ليك ولا عليك يوم القيامه؟ السؤال الثالث، في ملك يمين بيكتب حسنات وملك شمال بيكتب سيئات، اللي كتب عليك الوقفه دي الملك اليمين ولا ملك الشمال؟ لو انت عندك تخاف، لو انت دلوقتي بيتكتب محضر عليك والادله بتتكتب عليك هتخاف ولا لا؟ السؤال الرابع، قلبك بعد ما خلصت الوقفه دي مايل انه يروح يصلي ركعتين بقى ويقرا شويه قران ولا يروح يشغل اغاني ويعيش حياته ويعمل معاصي الله؟ قلبك بقى مايل لايه بعدها؟ السؤال الخامس، كل يوم بتعمل فيه طاعات بيتبنى لك فيها املاك في الجنه، يعني ملكك في الجنه بيزيد بطاعتك، وكل يوم بتعمل فيه معاصي ممكن يعدي ليك بها مكان في النار. النهاردة اليوم اللي انت وقفت فيه معاها واليوم اللي انت وقفت فيه معاها قربتي واتبنالك حاجة في الجنة ولا اتبنالك بها حاجة في النار؟ اسئلة لازم نسألها البعض عشان عقوبة الاختلاط في كل حاجة. اول حاجة الاثر الدنيا والاختلاط، انتقام ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا وعيت على الدنيا كده وانا طفل صغير على واحدة معرفة كده، يعني واحدة ساكنة قريب مننا، قالوا ده جوزها سابها. سابها مع مين؟ واحدة متجوزة حبها، طبعا بعد علاقة بريئة، طبعا طبعا يعني ده مفيش فيه فصال، حبها. وبعدين هو وهي هربوا على العراق، وطبعا عشت طول حياتها اشوفها وهي متلقمة ومتبهدلة. من فترة بسيطة لقيتهم بيقولوا مش جوز فلانة رجع من العراق. طب رجع ليه؟ ده هيروح في 60 مصيبة لو رجع، والتانية دي مسافرت وهي متجوزة، يعني هيتقبض عليها هنا. جاله سرطان في العراق، رجع يموت في بلده. شايفين انتقام الجبار سبحانه وتعالى؟ وهي تعمل ايه بعد ما يموت هو بقى؟ شوفوا بقى هتعمل ايه؟ لا ليها اهل ولا حد هيقف معاها ومطاردة من كل حد. هتعمل ايه بعد انتقام الملك سبحانه وتعالى؟ عارفين يا جماعة، يا جماعة الوقفة اللي بتقفها مع البنت دي دين هيتسدد من عرضك، دين هيتسدد من عرضك. اوعى تجرؤ على حرمات الله سبحانه وتعالى. والبنت بتكون خسرانه كل حاجه. احد البنات المدلعه الحلوه اتجوزت واحد بيحبها وشاب وغني وجاب لها كل اللي عايزاه اللي تطلبه. طب انت انا زهقانه وانا بين اربع حيطان، هات لي كمبيوتر. جاب لها كمبيوتر. طب وصل لي نت، وصل لها نت.
بدأت تدخل تشيد مهزه. انا بقى والشات كله علاقات بريئة، وقعت في علاقة بريئة مع احد الشباب، بدأ يتكلم معاها ويستظرف معاها ويلغيها، لا يرقب في مؤمنة الا ولا ذمة، وهم عايزين ينفشوا الاعراض وخلاص. بدأ يقنعها ان هو بيحبها، بدأت تتمرد على جوزها، بدأت تطلب منه الطلاق، كان بيحبها جدا. بعد فترة من المعاناة والعذاب خدت الطلاق بقى وراحت لصديق الشاب. انا اتطلقت والله الحمد لله انك انت اتطلقتي. فرح جدا وبدأوا ينزلوا وبدأوا يخرجوا والعزوب اللي بدأوا يقعوا في الحرام مع بعض. طب اتجوزني بقى. نعم اتجوزني. انا اتجوز واحدة ساقطة زيك، انا اتجوز واحدة متدنية وحقيرة زيك. انت بتقول لنا الكلام ده يا بنت؟ انت مراوغ دلوقتي ما حدش يتجوزها ولا حد يوصلها، انت واحدة كده مع كل واحد شوية وخلاص. تخيلوا يا جماعة، بعد ما اتحطم بيتها واتحطمت حياتها وجوزها عارف سبب طلاقها ما عادش يرضى يرجع لها تاني واتحطمت نفسيتها، خلاص دي هتعمل ايه بعد كده بقى؟ هتعمل ايه بقى؟ يبقى البنت اللي بتدخل على الشات وتقول لك حلال، ادوني دليل انه حرام، ده انت يا بنت داخله في سكه ضلمه، حلال ايه وحرام ايه؟ هو السكه الضلمه فيها حلال وحرام؟ والعياذ بالله. بعد كده سوء الخاتمه، سوء الخاتمه. احد ثلاث شباب ليله راس السنه ركبوا مع بعض عربيتهم، راحوا مالها من ملاهي الليليه بتاعت القاهره، سهروا وشربوا ووقعوا في الزنا والعياذ بالله، ورقصوا وسمعوا وعملوا، وبعد كده رجعوا وش الصبح بقى وهم راجعين في العربيه، فجأة واحد منهم انا تعبان، انا صدري مقبوض، انا حاسس اني مخنوق، الحقوني حد يجيب لي دكتور. احد الشباب اللي كان معاه بعد ما تاب بعد كده بيقسم بالله انه رفع الغطا من على وشه، لقى وشه بقى وش ابن. بعد هذا الامر خاتمة سوء هيختم ليه بايه؟ هيختم غير عذاب القبر. لما رسول الله يقول ان الاختلاط نوع من انواع الزنا، يبقى عذابه فرع من فروع الزنا. انتوا عارفين الزنا بيحصل له ايه؟ انا مش هقول بيحصل له ايه، انا هقول بيحصل له ايه في القبر بس. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل اخذه وعرض عليه رجال ونساء عراة في تنور، فرن زي الفرن اللي بتشوف فيه السمك والعيش، والنار من اسفل منهم بيتشوي في قبورهم، قبورهم مولعة عليهم نار. من هؤلاء يا جبريل؟ الزناة. يبقى تخيل بقى لو الاختلاط ولو حتى درجة بسيطة من هذه الدرجات تحط نفسك فيها، ولو حتى فرع بس من هذه الفروع. بعد كده يا جماعة، بعد كده اصل هو الاختلاط، ما تفكر معاي الاختلاط ايه؟ الاختلاط كلمة، هو في هتقف معاه مش هتتكلم، هتحط ايدك على بقك كلمة. طب والكلمة ممكن واحد يهوي بقى في النار 70 خريف لقاع جهنم. طب لو قلنا 70 سم بس تحت النار مين يستحمل؟ طب غير الكلمة بصة، ينفع من غير بصة؟ ما ينفعش، بقالك ساعة بتكلمها، بصت لها 60 دقيقة، في 60 ثانية في 3600، 3600 سيئة كتبت عليك الساعة ده. ممكن واحد يقول سيئة ايه؟ يا جماعة كان في ناس من السلف لو عرفوا إن سيئة واحدة كتبت عليهم الشهر اللي فات يجيله سكتة قلبية، فين خوفنا من الله؟ بعد كده لمسة، حطيت إيدك في إيديها، إيه يعني يا عم الشيخ؟ لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من ان يمس يمس بس سلام امرأة لا تحل له. دلال عداد، عداد شغال، عداد من اول ما الوقفة بدأت والعداد شغال. وبعد كده غير المجاهرة بالمعصية، ده معصية في الجهر والعياذ بالله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. غير لو الاختلاط جاب زنا شوي في الارض، غير لو الاختلاط جاب زنا عرفي والعياذ بالله بقى اللي هو اشد حقوة من الزنا 1000 مرة، غير لو الاختلاط جاب عادة سرية، غير لو الاختلاط جاب حب، غير لو الاختلاط جاب التوابع بتاعته والكلمات الفاحشة والنظرات، غير لو الاختلاط جاب كل ده، كل ده حاجة غير مفاجآت يوم القيامة، غير مفاجآت الدار الآخرة. أول مفاجأة وإذا النفوس زوجت، تصحى يوم القيامة تلاقي نفسك مع الشلة. أنا اللي جابني معاكوا؟ لا، إحنا كنا في الدنيا مع بعض بنتبسط ونهيس، إنما في الآخرة لا، في الآخرة إحنا عايزين، أنا عايز أبقى مع الناس الصالحة، عايز أبقى مع الناس. ما ينفعش يا حبيبي، المرء مع من أحب، دول اللي حبيتهم في الدنيا. تاني مفاجأة، طبعا أنت تتوقع بقى، ما أنت شايف عملهم كان شكله إيه. تاني مفاجأة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، العداوة. طب ليه بيعادوا بعض؟ ليه اللي اصحابه الشلل ساعدوا بعض؟ عارف ليه؟ لان كل واحد منهم عرف عاقبة وقفتهم مع بعض ايه، فحاول يلزقها في الثاني وحاول يجيبها على الثاني، فبدأت العداوة. المفاجأة الثالثة، قال تعالى سبحانه وتعالى
وأنذرهم يوم الآسفة إذ القلوب لدى الحناجر، من شدة الرعب القلب النبضة بتاعته بتوصل للحنجرة، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الآية اللي بعدها إيه؟ يعلم خائنة الأعين. واحدة ماشية مع أبوها خطفت بصة لها وهو بيشوف الباب، هي دي خائنة الأعين. يعني من أولها كده ربنا بيقول لك قبل ما مش قبل ما تتكلم ولا قبل ما تقف، قبل ما تبص افتكر انك هتتحاسب على البصر يوم القيامة. لما تلاقي القصات دي كلها بقى المفاجأة الرابعة، اياكم محقرات الذنوب. الرسول شبه تشبيه غريب، قال لك الذنوب الصغيرة دي عاملة زي ناس حابة تسوي اكل، كل واحد جريف ناحية، ده جاب حطبة صغيرة وده جاب قشة صغيرة وده جاب عود شجر صغير، لغاية ما جمعوا اللي ولعوا بيه حريقة انضجوا عليها الاكل. قال لك هي دي محقرات الذنوب، البصة دي حتة حطب، والوقفة دي حتة حطب، حطب والتسليمة دي حتة حطب، والمجد دي حتة حطب، والمسج ده حتة حطب، وبتاعت الايميل دي حتة حطب، كل ده حطب على حطب على حطب على حطب. اضرب في عدد الساعات في اليوم، في عدد الايام في السنة الدراسية، غير اللي بيحصل في المصيف، في عدد السنوات، شوف جبل الحطب هيبقى شكله ايه؟ لما يجي يوم القيامة الاقي جبل النار ده كله ايه ده؟ ايه ده غير ثلاث اربع سيئات؟ ثلاث اربع كفة الميزان هتطب على النظرة والكلمة، يا رب ده انا لزنيت ولا كوست عرشي ولا عملت حاجة بالمصايب دي. تعالوا يا ملائكتي اقروه على ذنب ذنب، يلاقي ذنب ذنب موجود، احسبها وانت تعرف. ما انت ما كنتش واخد بالك ان العداد شغال شغال شغال. المفاجأة السادسة، مفاجأة القنطرة، لما تلاقي ابوها ماسك في رقبتك واخوها ماسك في رقبتك وجوزها اللي اتجوزها بعد كده ماسك في رقبتك ويقول لك تعالى يا حبيبي انت اخذت من عرضي، هي دي كانت تحن ليك. المفاجأة السادسة سعد العرض على الله، لما يشهد عليك عضو عضو وهي نفسها تشهد عليك والارض اللي وقفت عليها معاها تشهد عليك. المفاجأة الاخيرة للاسف الشديد ساعة النار، ساعة العقوبة، ان العقوبات ما تكفرش في اللي فات، ساعة النار يا جماعة. حد منكم يسمع حاجة اسمها قاع جهنم؟ قاع جهنم ده جزء من اجزاء جهنم، زي مثلا ما البطرون ده جزء من اجزاء البرد، جزء. حد سمع عن قاع البحر؟ قاع المحيط ده بيبقى اكتر حتة عميقة في المحيط، ما بيعيش فيها غير الحيوانات البحرية المتوحشة، ظلام جامد لا يحتمل مخلوق، بتبقى حتة رهيبة، قاع صحيح. اهو ده زي قاع جهنم في جهنم. تخيل لما الحجر يترمي 70 سنة عما يوصل لقاع جهنم، يعني لو المحيط الاطلسي ده بقى نار، محيط من نار، حد يقدر يستحمل يبقى في القاع بتاعه؟ تخيل عمق جهنم قد ايه، القاع ده بعد قد ايه، وتخيل الحجر فضل 70 سنة حجر زي ما هو لغاية ما وصل للقاع اتبدد وبقى وقود. يعني حرارة قاع جهنم مش زي حرارة اي مكان في النار. استنى، والظلام بتاعه ده الرسول بيقول سوداء مظلمة، تخيل انها من بره سوداء، يبقى من جوه مظلمة قد ايه؟ طب القاع بقى مظلم قد ايه؟ ده لو مفيش غير ظلام القاع عذاب يبقى كفاية. استنى، بعد كل ده لأملأن جهنم. يا رب ده جهنم دي اماكن كتير منها القاع، يبقى القاع هيتملي، هيتملي بمين؟ مين يا جماعة؟ من الاقوال المرعبة اللي الواحد اراها، احد المفسرين قال في قول الله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال الغي وادي افحق وادي في قاع جهنم. يعني اتباع الشهوات اللي اتخبسوا في الشهوات، لما الرسول يقول ان في كلمة ممكن تنزل في قاع جهنم لا ترى بها بأسا او لا تلقي لها بالا، ترمي الوحش في قاع جهنم. طب الكلمة اللي انت نهشت بها عرض واحد واقف مع بنته ولا مع اخته، دي مش من الكلمات اللي تودي في قاع جهنم؟ تخيلها يا جماعة معايا، ليه في رمضان بالذات ابواب جهنم بتتقفل؟ لان الصيام اكبر علاج وصفه رسول الله للشباب اللي عنده شهوة، لما الشهوة تتقفل بالصيام النار تتقفل، يبقى ايه اللي ينزل في جهنم؟ الشهوة والعياذ بالله. عرفتوا ليه؟ عرفتوا ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه في مسلم من الامام احمد انه كان بيصرخ على المنبر انذرتكم النار انذرتكم النار، يقول الصحراوي حتى لو ان رجلا باخر السوق لسمع. عرفتوا ليه بينزل كل يوم ملك من السماء ينادي ويل للرجال من النساء وويل ويل، عارفين يعني ويل؟ ويل ده عذاب نار، يعني ياما شباب هيدخلوا جهنم بسبب البنات وياما بنات هيتعذبوا في جهنم بسبب الاولاد.
ده كلام نصوص، انا ما بقولش حاجه. ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال، هتتحسر الشيخ الالباني. انا ما بقولش حاجه من عندي، انا بقول قران وسنه. تخيلوا قاع جهنم يا جماعه، ده سكن الحطمه اللي هي مش القاع، ده جزء من جهنم، بتحطم الجسد لغايه ما تطلع على القلب. ده حاجه وظيفتها القلوب اللي مليانه شهوات ونجاسه والعياذ بالله تطلع عليها وتعذبها بيها. ده عذاب جزء، ما هوش القاع. القاع اذا كان صقر وهي ليست القاع. ربنا قال ان المجرمين في ضلال وسعر جنون. ليه يا رب؟ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. مجرد مس هيجيب الجنون، امال اللي يدخل فيها ده؟ دي مش القاع يا جماعه، ده فقر. انا عايز اتخيل مع... انا عايز اتخيل يعني ايه قاع جهنم؟ يعني ايه قاع جهنم؟ حتى تتخيل معايا الوصف ده عشان نعرف بعد كده انه لا يزال الشاب يختلط ويختلط ويختلط ويكلم ويمشي ويتصاحب حتى يجد الذنوب دي كلها اجتمعت عليه الى جهنم، والعياذ بالله والعياذ بالله. يبقى عايزين يا جماعه لما نسمع قول الله سبحانه وتعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، يعني يا رب ده لو واحد مقفول عليه تابوت ومتولع عليه من فوق ومن تحت، ده عذاب ايه ده؟ ده هو اصلا جوه تابوت نار، ومن فوق نار ومن تحت نار. انت بتخوفنا كده ليه؟ انت بترعب يا حبيب قلبي. انا مش برعبك، انا بفوقك. امال ليه ربنا خلى سيدنا عبد الله بن عمر وهو نايم يرى جهنم؟ طب ما خلى ربنا يوريك جنة بقى، مش هي الرحمة؟ لازم نفوق يا جماعة. وراك جهنم، وفي صحيح البخاري ورأى الملائكة اللي ماسكة مقامع الحديد، ورأى رجال معلقين من أرجلهم بالسلاسل ورؤوسهم لأسفل في جهنم، ورأى شفير جهنم والملائكة اللي واقفة عليه في رؤية صحيح البخاري. طب ليه ربنا ورى عبد الله بن عمر بن الخطاب هذه الرؤية؟ ليه؟ عشان إحنا محتاجين نفوق. احنا محتاجين نفوق كميه الشهوات الرهيبه دي. ما هو ايه حل قضيه الاختلاط؟ هقعد اقنعك واجيب ال 50 شوفه اللي بيتقالوا وارد لك ال 50 شوفه، وبعد كده كل واحد يخرج مقتنع، وبعد كده مفيش حد ينفذ حاجه. علاج القضيه دي الخوف من الله، وهذه القضيه لم تنتشر في المجتمع الا لما ذهب الخوف من الله. يبقى انا لما بخوفك انا بحبك. يبقى انا بقول لك الوقت وبقول لك الوقت، لو بتحبوا بعض سيبوا بعض. لو بتحب نفسك ابعد عنها، لو بتحبها سيبها، لو بتحبيه ابعدوا عنه، لو بتحب نفسك بطلت شيتي، لو بتحبها ابعد عن كل الفتن دي من اولها لاخرها. يبقى يا جماعه ده دي رساله رحمه وليست رساله عذاب. يا الموضوع لسه كبير. شوفوا بقى، شوفوا تقلب الوجوه في النار ده بقى، شوفوا العكس بقى، شوفوا كلام ربنا بقى. الناس اللي دخلت الجنه نشم نفسنا شويه، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. كلمة رفرف دي كلمة جميلة أوي، المفسرين قالوا فيها كلمات كتير. من أجمل الكلمات قالوا من الرفرفة، يعني إيه؟ المرجحة. يعني إيه؟ لما واحد يشوف شجرتين كده على شط نيل ولا بحر ويقوم نصب مرجحة كده بينهم ويقعد يتمرجح بقى. تخيل بقى أنت وحبيبتك ومراتك في المنظر ده، وأنت وحبيبك وزوجك في المنظر ده. حاجة ثانية بقى غير الكلام اللي إحنا بنقول عليه. متكئين بقى، شوف الاتكاء ده بقى، قعدة اللي مفيش في دماغه بقى حاجة مزعلة، قعدة البشوات بقى، حاجة سعادة. متكئين على رفرف خضر وعبقري. الثياب اللي متكئين عليها مزخرفة بأروع الألوان اللي أنت ما شفتهاش في حياتك. يا جماعة ده ربنا أول وصف وصف به الحور العين في القرآن في سورة الرحمن، لم يطمثهن قبلهم إنس ولا جان. مفيش حد بصلها قبلك، مفيش حد كلمها قبلك، مفيش حد وقف معاها قبلك. العفاف يا جماعة، العفاف من الأوصاف اللي ربنا وصف بها نساء الجنة، من أوصاف النعيم. يبقى احنا عايزين ايه يا جماعة؟ عايزين ايه؟ طب انا ليا ايه؟ لو سبت الاختلاط ليك، ليا ايه؟ ليك ايه؟ أول حاجة كل سنوب الاختلاط اللي عملتها في حياتك تتبدل حسنات إن شاء الله. تاني حاجة يا بختك عند ربنا الراجل التاني في الثلاثة والغاغة في الثلاثة لما اتقفل عليهم الصخرة، لما قال يا رب أنا عفت عن بنت عمي، ربنا حرك له الصخرة من مكانها، ربنا يحرك لك صخور حياتك من مكانها، معية الله في الدنيا. تالت حاجة حب الله. حب الله، أنت لو دخلت عند واحد بيته وبنته ولا مراته عدت قمت غاضب بصرك، يحبك لأنك أنت غضيت بصرك عن محارمه. الله لما يلاقيك في الأرض غاضب بصرك عن محارمه يحبك. الصلاة بالله، لما احد الشباب سحب في الحادث السرية تعب مش قادر، فجي في الاخر سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الشاب راح للرسول وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، والرسول حط ايده على صدره والشاب ربنا شفاه من الشهوة. قال يا رب
يا رب الشاب ده لقى رسول الله يروح له يحط ايده على صدره وتروح الشهوة اللي جواه. انا مش لاقي رسول الله يا رب، انا جيت لك انت يا رب، انا جيت لك انت، انت اللي عيني على نفسي يا رب. تعرف تقول كده ربنا؟ اذا لي في الحب، اذا لي في الاختلاط، لا يا رب انا جيت لك انت يا رب. ربنا شفاه وقعانه على نفسه، مش عايز ربنا يعينك ويبقى في صله بينك وبين الله. هتاخد ايه يا ابني؟ من فقد من وجد الله فماذا فقد؟ هتخسري ايه؟ هتخسري ربنا عشان مخلوق؟ هتضحي بربنا عشان واحدة؟ هتضحي بعلاقتك بالله عشان واحدة؟ هتسيب اللي بيحبك عشان واحد بيتسلى معاكي؟ هتسيب اللي بيرحمك عشان واحد هيبقى سر عتبك في الدنيا والاخرة؟ هتسيب اللي بيسترك عشان واحد ممكن يبقى سبب فضيحة الدنيا والاخرة؟ احنا بنسيب مين عشان مين يا جماعة؟ بنسيب مين عشان مين؟ ده هناخد كتير قوي في الجنة وفي الدنيا وفي رضا الله وفي حب الله سبحانه وتعالى. انا مش عايز اقفل الدرس قبل ما اوجه رسالة للمفتاح بتاع الباب. مش احنا قلنا الاختلاط ده باب لو اتفتح تيجي مصايب؟ المفتاح بتاعه هو انت. انا مش عايز الدرس يخلص قبل ما اوجه لك رسالة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، الرسالة اللي عايز اقولها لك قبل نهاية الدرس قصتين. قصة واحدة رخصت نفسها وخدت ايه في الاخر، وقصة واحدة غلت نفسها وخدت ايه في الاخر. ايه اللي رخصت نفسها دي؟ انتوا عارفين قصة الثاني في الثلاثة اللي اتغل عليهم الصخرة لما وقف يدعي ربنا عشان ربنا يفتح الصخرة؟ قال ربنا ايه؟ اللهم انه كان في ابنة عم. علاقة اختلاط مثالية اهو يا جماعة، داخل الاسرة اهو، احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، بيحبها جدا، فراوتها عن نفسها. عايزين نحب بعض؟ ابدا. طب عايزين يعني ايه؟ عايز انالها في الحرام؟ ابدا. ادي نموذج مثالي لعلاقة اختلاط مثالية. بنت محترمة جدا بتكلم لولاد، بتكلمه وبتروح وتيجي معاه، ولكن بترفض تطور العلاقة باي درجة من درجات التطور. محترمة، محافظة على نفسها. مش هي دي البنت محافظة على نفسها؟ هي دي. وانا بقرأ الحديث بهت لما قرأت، شوفوا فروتها عن نفسها فامتنعت. بعد كده جاءتها سنة ازمة، جات له قال لها اعطيك 100 دينار وتمكنيني من نفسك. وافقت، ادها 120 دينار، ولما تمكن منها قالت له اسمع الكلمة المبهرة، اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. خاتم هي بنت؟ هي مش متجوزة؟ الواحد طول عمره بيقرأ الحديث ومثاله ان هي متجوزة، ده بتقول له لا تفض الخاتم يعني بقى الا بحقه. هو حقه يا شباب الجواز؟ يعني بتقول له انا موافق اتجوزها؟ طب وما اتجوزهاش ليه؟ ده رقم واحد مليونير، ده ادها 120 دينار ذهب منهم 20 دينار بحشيش. تخيل واحد ما يبقاش ب 20 دينار ذهب، وبنت عمه، بنت عمك اولادك، وبيحبها حب عاصف اشد من حب اي واحد في الجامعه، ويا جماعه وبتقول له وبكره ايه؟ وموافقه ان هو يتجوزها وما اتجوزهاش. ليه يا بنتي؟ يا بنت اسمعي الكلام ده وسامعيه ليه؟ لان لما الباب يتفتح خلاص، اللي ديتها 120 دينار اضيع عمري معاها ليه؟ اللي ديتها كلمتين حلوين اصرف فلوسي معاها ليه؟ يعني ايه؟ يعني يا جماعه البنت اللي بتتكلم مع الاولاد بيسترخصها، بيعرف ان هي ممكن تقع، يبقى يجيبها بالغالي ليه؟ تقع؟ انا ما اقعش ابدا، هتقعي، مش هقع، هتقعي. هي وقعت اهي ساعه لحظه ضعف ولحظه ازمه وقعت، يبقى انت ممكن توقعي. يا جماعه عايزين البنات يعرفوا تفكير الشباب شكله ايه؟ الشباب بيفكروا ازاي؟ عايزين يا جماعه هي رخصت نفسها، كسبت ايه؟ ما اتجوزهاش ولا بعد ما تاب اتجوزها. وبنت تانية خلت نفسها زوجة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. شوفوا أول موقف شافها كده، ولما سيدنا موسى ورد مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان بيهشوا الغنم بتاعهم عشان ما يدخلش وسط الرجالة. يعني مش هما اللي ما يدخلوش وسط الرجالة، الغنم بتاعهم ما يدخلش وسط الرجالة. من أولها كده شاف العفاف بتاعها، وبعد كده لما جت تكلمه بتقول له إيه؟ إن أبي يدعوك. ان يا جماعة ان ايه؟
ابي ابويا، اول كلمة بتقولها في وشه على طول كده ابويا. تخيل بنت بتكلم ولد اول كلمة ابويا، اه كلام جد، مفيش فيه اخبار ولا كلام يحتمل معنيين ولا يخلي خاله المريض يطرح فيه، لا خاله يعني الشاب المريض يعني، بتقول له ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. لو شلت كلمة واحدة من الجملة يختل المعنى بتاعها وتتحوش، مفيش كلمة زيادة خالية. عشان كده اول ما ابوها قال له اتجوزها وافق على طول، قال له ذلك بيني وبينك، موافق، ورضى انه يشتغل 10 سنين يسقي ماء ويرعى غنم عشان مهر جوازها. شوفوا اغلى مهر واحد دفعه في واحدة في الدنيا كلها. وبعد كل ده تخيلوا يا جماعة، ده بعد كل ده وهو ماشي بها راجعين مصر بيقول لها اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبض. شوف فين الكلمة الرقيقة، هو انا لو انت عطشان، انا وانت عطشانين وماشيين لقيت مية، هقولك اما اروح اجيب مية اسقينا احنا الاثنين. ده هو بيقول لها اتيكم انتو، يعني مش اتينا انا وانتي، يعني كأنه بيقول لها انا هجيب دي عشانك انتي. يعني يا جماعة الحب باين في الكلمة، الاحترام باين في الكلمة، خالية خلت نفسها فبقت خالية عنده طول العمر واشتغل عشانها وقدرها كل ده. وفي الاخر قبل كل ده عملت ايه؟ خدت موسى، ربنا رزقها موسى، يعني يرزقك عريس عمرك ما تحلمي بيه في الدنيا. الضحكة منها بعد كده تبقى غالية، ليه؟ ما ضحكتهاش لحد تاني، لو مرة قعدت معاه يبقى قعدتها غالية، ما قعدتهاش مع حد تاني، لو اتكلمت معاه يبقى كلمتها غالية، ما قالتهاش لحد تاني، تبقى غالية. خلي نفسك، خلي نفسك، رخصت نفسك ليه؟ رخصت نفسك اما تحب مع ده، ورخصت نفسك اما مشيتي بالطريقة الفلانية، ورخصت نفسك اما اتكلمت كلام ناعم، ورخصت نفسك، رخصت نفسك ليه؟ خلي نفسك عشان تنالي انسان ربنا يرزقك بواحد عمرك ما كنت تحلم انك انت تناليه. ادي واحدة خلت نفسها وخدت ايه؟ وادي واحدة رخصت نفسها وخدت ايه؟ العفاف يا بنات. فلا تخضعن بالقول، يعني ما رققش صوتي، لا يا حبيبتي، مش بس ما ترققيش صوتك، لو ضحكت معاه تبقى خضعت بالقول، لو هزرت معاه تبقى خضعت بالقول، لو لما اتكلم بصيت له باهتمام وتركيز تبقى خضعت بالقول، لو خلص موضوع فتحت موضوع وقعدت تهتم بمواضيعه تبقى خضعت بالقول، لو نعمت صوتك معاه تبقى خضعت بالقول. فيطمع الذي في قلبه مرض، انت اللي طمعتيه، انت اللي طمعتيه بطريقه مشيتك، انت اللي طمعتيه بلبسك، انت اللي طمعتيه بصوتك الناعم، انت اللي طمعتيه بكلامك ونظراتك. وهو لما هيطمع فكرك هيطمع فيه، فكرك انه هيطمع في الجواز منك تبقى مش فاهمه الرجاله، ده هيطمع انه يتسلى معاك شويه. فيطمع الذي في قلبه مرض. يا بنتي ده ربنا وصف السيده مريم بتقول ولم يمسسني بشر. شايفين الكلمه يا جماعه؟ في واحد اللي مسكت ايد خطيبها ولا واحد ما تعرفوش تقدر تقول ولم يمسسني بشر؟ يعني ربنا بيقول لك ما يطمعش منك بلمسه. لما امراه موسى قالت له الجمله اللي لا تحتمل كلمه زياده، يعني ربنا بيقول لك ما يطمعش منك بكلمه. لما ربنا، شوف ربنا بيقول ايه، دايما يقول والذين هم لفروجهم حافظون حافظون حافظون، ويجي على مريم بنت عمران ما يقولش حفظت فرجها، يقول احصنت، كانها حصن، اللي في حصن ده ما حدش يعرف يوصل له. مفيش راجل يطمع مش بكلمه ولا بنظره ولا بانه هو يستمتع بيك في سنه علاقه سن عرفي، ولا انه يخرج معاك ويروح سينما، ولا بقبله ولا بمشابه. ما يطمعش انه يبقى في المكان اللي انت فيه اصلا، ما يطمعش في ده. احصنت في حصن، لما تبقي غاليه بقى تفوقي من الخداع اللي انت فيه، تفوقي من الغيبوبة اللي انت فيها، لا هتاخدي بعد العلاقات اللي البنات بتعملها دي، لا هتجيب من وراها عريس ولا احترام ولا سعادة لا في الدنيا ولا في الاخرة. يا جماعة انا مش عايز اطول عليكم، انا عايز التوصيات العملية في الاخر. التوصيات العملية يا شباب خليكم معايا، اول حاجة القرار الجريء الحاسم، قرار المقاطعة، مقاطعة التطبيع بين الرجل والمرأة تماما. ايه انت شاب وهي شابة بتتكلموا مع بعض ليه؟ هتجيب النار جنب البنزين ليه؟ قرار الجريء، ما انتش قادرة ازاي، ما انتش قادرة، ما انتش قادرة ازاي. ام سليم جوزها كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، هرب من المدينة ما رضتش تمشي وراه. هتعيش من غير زوج؟ اه. هتعيش ولادك ميتمين؟ اه. ولما جه ابو سليم عشان يتجوزها قالت له لا انت كافر، تسنى ما اتجوزك، يعني انت ما تتجوزيش بس، اه ديني اغلى عندي من اي حاجة، يعني انت دلوقتي مسلمة مطلوب عشان تلتزمي تسيب الولد اللي انت بتكلميه. طب لو انت مش مسلمة ومطلوب عشان تسلمي تسيب جوزك اللي ما رضاش يسلم، زي ما امرأة عكرمة من ابي جهل عملت، وامرأة صفوان بن اميه عملت، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عملت، سابوا جوازهم المشركين لاجل الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ده الصحابي اللي احب عناق البغي حبيبته بيحبها، لما الرسول قال له لا لا لاجل الله،
ده حنظلة كان في ليلة الفرح الصباحية يا جماعة، شهوته، واول ما نادى منادي الجهاد سابها لاجل الله. سعد بن خيثمة لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في الاسلام، قالوا له استنى، ده انت مرضك ايه؟ اختك من رضاعة، تطلقها عشان تدخل الاسلام، طلقها لاجل الله. مش عارف تسيب بنت لاجل الله؟ اوعوا تتاخروا يا جماعه في اتخاذ القرار. كان احد الدكتورات عندنا وكان عندها الولد اللي هي فظيعه ولكن مش محجبه، كانت بتيجي المسجد تبكي بالدموع للداعيات تقول نفسها تحجب بس جوزي مش راضي. لسه من عده ايام عارف ان منعت دخول البنات المنقبات من دخول في مكان هي مسكاه. يا شوفوا بقى من ايه؟ طال عليهم الامد فقطت قلوبهم. خدوا القرار بسرعه، ما تاجلش، ما تتاخرش. واحد يعني مثلا صاحبك ولا صاحبتك، طب نتكلم بس في الدين، لا حبيبي لا دين ولا دنيا. طب سلامات ولا سلامات، طب مفتاح ولا مفتاح، طب يبقى بينا واسطه يعرف الثاني اخبار الثاني ولا واسطه. خلاص مقاطعة كافه اشكال الاختلاط تماما، الاختلاط في الشات والاختلاط في النت والاختلاط في الايميلات كل الاختلاط، والاختلاط ما بين نصحب بعضهم والموظفين وبعضهم. طب انا يعني انا والله هرجع لماما اقول لها يا ماما انا عايز البس نقاب، وعايز يا ماما ان انا ما عدتش اتكلم بقى ابن عمي وابن خالتي، يا ماما ده حرام يعني. ممكن سلام عليكم وعليكم السلام بس، انت اتجننتي يا بنت، انت اتهبلت في حالك، تعالي هنا، ويفضل رزع عليها بقى. اتصلت بيا والله واحده يا جماعه بتبكي، ام بتبكي والله، قطعت لي قلبي في المكالمه، بتقول لي ابني بيقول لي انا هدخل فيك السجن، ابني بيعتدي عليا بالضرب لو ما اديتوش فلوس، ما بيصليش، ما بيصومش رمضان، جالي سرطان من كتر الهم بتاعه. الواحد بكى، بس يعني احنا هنبكي؟ انا بقول لكل ام وكل اب يجوا يبكوا بعد ما اولادهم يوصلوا للمرحله دي، كنتوا فين؟ اما ابنكم في ابتدائي قال لكم انزل احفظ قران في الجامع، قلت له لا لا يا حبيبي احنا ان شاء الله هنبقى نوديك ان شاء الله بعد 50 سنه. كنتوا فين؟ لما بنتي كانت قالت لك البس نقاب، قلت لها لا يا حبيبتي انت هتتلم مع الارهابيين ولا ايه وشكلك بقى وحش. كنتوا فين؟ اما كنتوا مشغلين الدش لاولادكم ولما يقعدوا يرقصوا على اغاني الكليبات تقعدوا تضحكوا وتريصوا. كنتوا فين لما اول يوم في الجامعه وبنتك نازله قلت لها خدي بالك يا بنت صاحبينك واحد كويس كده عشان تعرفي تتجوزي جوازه حلوه ولا ما بيحصلش؟ كنتوا فين لما ابنك قال لك يا رب لا انا قلت له المعاشه اللي في وشك اللي انت راجع لي بيها دي؟ كنتوا فين لما ابنك قال لك انزل اصلي الفجر وقلت له لا يا حبيبي الدنيا برضه اقعد يا حبيبي وصلي لما تصحى ان الله غفور رحيم؟ جايين تبكوا ليه؟ جايين تبكوا تقطعوا لكم قلوبنا ليه؟ يعني بقول لكل اخ وكل اخت واجهوا يا جماعه ما تتكسفوش، هتتكسف؟ هتتكسف انك انت تسلم بس والاخبار ايه الحمد لله الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام مع قرايبك في الاسر، هتتكسف من اصحابك وقرايبك؟ ما تتكسفش يا حبيبي. اول بنت طلعت تتنطط في الدش وهي عامله كليب ما اتكسفتش من حد، واول بنت في الجامعه اتجوزت عرفي من ورا اهلها ما اتكسفتش من حد، يبقى احنا نتكسف في الحق ليه؟ طب كان صعب، القرار صعب عليا وعاطفتي وغصب عني، صعب ليه يا جماعه؟ صعب ليه؟ هو ده الاصعب ولا العذاب اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده؟ صعب ليه؟ وفي نفس الوقت والله حتى لو بتحبها، حتى لو بتحبيه، عارفين اول ما تطلع يحصل ايه؟ اول اسبوع هتلاقي نفسك بتعيط ومكتئب ومش طايق، ثاني اسبوع ما عادش في دموع بس اكتئاب وضيق وخنقه، ثالث اسبوع هتبدا تنزل وتبدا تتكلم ثاني مع الناس بس مخنوق يعني يا ريت ما حدش يكلمني، رابع اسبوع عادي بس لو حد فكرك بيها وشك يحمر ولونك يتخطف وتبدا كده صوتك يحشرك وعينك تدمع، خمس اسبوع في فدي اسبوع والله العظيم يا جماعه بتبقى عادي خالص يا جماعه. ياما صاحبنا شباب كانوا في الاول بعد كذا سنه ما سابوا بعض ما فكروش يتقدموا لبعض اصلا، والجزء اللي فكر يتقدم ايه يعني ما مستنياه ايه المشكله؟ يتقدم بمنتهى البساطه. وفي اول فتره الانفصال دي اشغل نفسك مع اصحابك، اشغلي نفسك مع الاخوات، احضروا دروس نسائيه، املوا وقتكم البديل بحيث انك انت ما تقعش تاني. يعني انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول القرار الحاسم ده اول توصيه. طيب والجرح العميق، انا مش عايز اقول وصمه العار، البنات المسدلات والمنقبات اللي بيتكلموا مع شباب في الشارع وفي الجامعه، اتقوا ربنا والله العظيم بقول لكم اتقوا انتقام ربنا منكم على صوره الدين اللي انتوا شوهتوها، حولتوا نفسكم لسكينه بتطعن قلب كل ملتزم بيمشي ويشوفكم في الشارع، حولتوا نفسكم لسكينه بيمسكها كل واحد حاقد على الالتزام ويطعن بيها في الالتزام ويشوف صورته. اتقوا ربنا، اتقي ربنا في مشيتك وفي معاملاتك في البيع والشراء، اتقي ربنا في كلامك مع الناس، اتقي ربنا. انا خايف احسن تيجي يوم القيامه والله العظيم
عارفين ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، يتقالك ليس لك من نقابك الا الحر والعرق. يا رب انا كنت منقبة، ما فيش حاجة لسه عندنا نقاب. نقاب فين؟ ده انت كنت طعنة في ظهر الاسلام. فين النقاب ده؟ انا خايف والله ليتها ما زنت ولا تصدقت. ليتها والله يا جماعة. احترم الاسلام اللي انت لابساه، احترم النقاب اللي انت لابساه. انا ممكن اتكلم بالراحة مع اي حد الا انت. الواحد بيمشي في الشارع بيشوف منظر واحدة مسلمة ولا منقبة ماشية مع واحد، ولا ماشية مع بنات متبرشات ماشيين بطريقة بايخة كده، يعني شكلهم حتى مش ماشيين باحترام ولا الواحد قلبه بيتشق نصين. الاخوات اللي بيشتغلوا يا جماعه في الجامعات الخيريات يودوا المعونات، لازمتها ايه يا اختي تنزلي مع ولد؟ ده انتوا بتعملوا ثواب ممكن تبقوا مع رسول الله في الجنه بايه؟ انا وكافل اليتيم في الجنه كهتين. تضيعوا كل ده عشان عايزين تنزلوا تودوا المعونات الغذائيه مع بعض، عشان عايزين تلموا الفلوس مع بعض. انتوا ربنا، انتوا بالذات النوعيه الشباب، شباب كبير يا جماعه وشغال وبيجري وبيساعد وايجابي، ليه تضيعوا ثواب الاعمال الخيريه اللي بتعملوها دي عشان الاختلاط اللي ممكن يضيع كل الاجر ده؟ عايزين القرار الجريء الحفاز. الواحد ساعات كده بيشوف بنات كده، والله البنت لو لقت نفسها مع ولد فقط ممكن تموت فيه، يجي لها سكته قلبيه. عفيفات بنت ما تعرفش يعني اكلم ولد. ساعات الواحد يتصل باخ زميله كده فزوجته ترد، ابقى عايز ابلغه حاجه، بس حاجه يعني قولي له والله تقفل السكه قبل ما اقولها. انتوا فاكرين ان ده وحش؟ والله والله بحترمها، بتبقى في عيني في السما السبعه اقول ما شاء الله لا قدر بالله، ربنا يبارك فيك يا ابني، ربنا اداك واحده زي دي لايدك انت سودين. العفاف يا جماعه، العفاف. درجه العلاقات بيننا يجب ان تصبح علاقات رسميه. انا مش بقول بنات في بلد والولاد في بلد، علاقات رسميه، رسميه يعني في الشغل في رسميه. التوصيه الثانيه بعد القرار الجريء، ودي توصيه مهمه جدا، استعمل سلطاتك في منع الاختلاط. يعني ايه؟ ابنك ما تخلوش يحط الكمبيوتر في الاوضه، يحطه في الصاله. الدش اتشفرت فيه ربنا في ابنك، بنتك ما تشكش فيها، ان شاء الله محترمه ومتربيه. ولكن يا اخي ارعى الغنم بتاعتك يا اخي، حاسب على الغنم بتاعتك، خد جدول المحاضرات بتاعتها وانزل لها، الساعه كذا المفروض تبقى في محاضره، ايه اللي موقفك بره؟ بادب وحنان ورفق يا اخي. وانت جوزك قال لك خافي على جوزك. يا جماعه اخت مطلقه لفت على الاخوات، مفيش حد راضي يدخلها بيته ليه؟ كله خايف احسن تخطف جوزك. طب لو جوزك ما بيبصش مش هتخافي عليه؟ يعني مش عايزك تطمني دلوقتي قاعده ما انتش عارفه جوزك فين؟ ممكن جوزك دلوقتي في العياده مع ممرضه هيتجوزها، صح ولا لا؟ ممكن، ممكن جوزك دلوقتي في الشركه هيتجوز السكرتيره، ممكن جوزك دلوقتي في المحل هيتجوز البائع اللي عنده. الستات دلوقتي هيخرج يطلعوا جري منك، يطلعوا يجروا يشوفوا بسرعه جوازهم راحوا فين. اعملي كبسه عليه، ايه المشكله؟ قولوا له انت الشغل بتاعك احوالك ايه؟ ايه المشكله؟ في انت دكتور جامعه، البنات في ناحيه والولاد في ناحيه، مكانه في السبعينيات بيطردوا البنت اللي بتلبس حجاب من المدرج، بس تعملوا سلطتكم. مدرس بيت دروس خصوصيه، مجموعه بنات غير مجموعه اولاد، اللي مش عاجبه بالسلامه، الله الغني عن الفلوس اللي هتيجي من وراه. ايه المشكله يا جماعه؟ ايه القضيه؟ اطفالكم من اول نهايه ابتدائي خلاص، الواد والبنت سنه سنتين ويبلغوا، ممنوع اختلاط بعد كده خلاص، يتعودوا بقى، يبداوا يتعودوا. عايزين نستعمل سلطتنا. النقطه الثالثه، ماذا بعد الاختلاط؟ يعني لو الشباب عرف يتجوز طبعا هيبقى احسن علاج. لسالكم كام سنه يا شباب؟ 10 سنين كده ان شاء الله. يعني ان شاء الله قربت، يعني باذن الله قربت. يعني ايام ما انا كنت ادوكم كده كان لسالي كام سنه؟ كان لسه كتير برضه يعني، ابشروا ان شاء الله. فيا جماعه الحل الاساسي الزواج طبعا، ولكن دلوقتي يعني ممكن تكون حاجه مش متاحه، فالحل البديل اشغلوا وقتكم، احضروا كل الدروس، انتوا في الاجازه اهو احضروا مشاريع حفظ القران، حفظوا القران واحفظوا القران، صاحبوا الملتزمين عشان تبنوا حياتكم، صاحب الملتزمات. لو مفيش بديل هتقعوا. يعني اخر كلمه بقولها لكم، يعني لما جالي ثلاثه اصحابي بزوجاتهم، الثلاثه دخلوا معايا في اوضه وزوجاتهم دخلوا مع مراتي، الستات عاشت حياتها واحنا عشنا حياتنا، وفي الاخر سلام عليكم وعليكم السلام، وخرجوا وقلوبنا بفضل الله نظيفه زي ما هي، وسهرنا واستمتعنا بالليل زي ما احنا. ايه المشكله؟ ما حصلش حاجه يا جماعه. لو الاختلاط ما بقاش في المجتمع وبقى التعليم من غير اختلاط، الواد هيبقى فاضي، يركز في المدرس وهو بيشرح له، مش الواد يقعد يدي مثال للبنت والبنت جوه الدار تبص له تضحك والمدرس قاعد. لا ما ينفعش يا جماعه، هيقعدوا مركزين في الكلام.
لو ما عادش فيه اختلاط في المواصلات هتبقى معقده مكرمه تركيبه، مش تتدفى في وسط الرجاله اللي ما عندهاش صوت ولا بتراعي الوقت اي حرمه من حرمات نساء المسلمين. لو ما فيش اختلاط هيبقى المجتمع جميل قوي قوي والله، وهنتقدم اكتر الف مره. لو ما فيش اختلاط هيبقى الشباب فاضي، فاضل شغله وفاضل مذاكرته وفاضل دينه، انما الوقت كله مشغول ببعض. وانا جاي الوقت في التاكسي راكب ورايا بنتين، وانا قلت له مش عارف ايه رايحين نرفلت الورد، وهو قال لي وانا قلت له مش عارف ايه، مفيش ضمير مؤنث سكر ما بينهم من اول ما ركبت لغايه ما نزلت. حاجه تقهر والله العظيم يا جماعه، حاجه تقهر. ولو ركب ولدين هي برضه مفيش ضمير مسكر، حاجه يعني حاجه تقهر القلب اللي حاكين على احوال هذه الامه. يبقى يعني طبعا كان نفسي اقول لكم برضه اعتدال اماكن الفتنه والاختلاط، ليله الخميس بالليل اسهر مع واحد صاحبك في شقه، بلاش بقى نظام المولات يعني اللي بينزل يتسوق في الحاجات اللي زي دي مثلا، بلاش نظام المصايف والاماكن المختلطه والحاجات اللي فيها اختلاط فاحش ديت. يعني على قد ما تقدر يا جماعه ايه، كل واحد يفرمط البنات من حياته، الايميلات تغير الايميل بتاعك، اشطب بعناوينهم الايميل، وانت كذلك النمر بتاعت المحمول، كل واحد يعني لازم يبقى في خطوات ايجابيه. طبعا الدش والتلفزيون ده يعني انفلت من البت بتاعت الاعلانات مش هتفلت من بتاعت التمثيليه، وانفلت من بتاعت التمثيليه مش هتفلت من بتاعت الصخره. فاتقوا ربنا في قلوبكم واتقوا ربنا في علاقتكم بالله. الحاجه اللي هنتواصى بيها لما نروح الليله، كل واحد يروح يتوضا ويصلي ركعتين، يقف على السجاده يصلي ركعتين لله، توبه الى الله من كل مره اختلط فيها بشغل بدون داعي وبدون ضروره. بضروره خلاص يبقى التعامل رسمي، بدون داعي وبدون ضروره. كل مرة اختلط فيها في شغل، كل مرة حصل اختلاط ما بينه وبين واحدة في الجامعة، العلاقة تطورت او ما تطورتش، اي اختلاط في حياته يصلي ركعتين توبة الى الله، ويتذكر قبلهم كلمة احد السلف: لا تخلون بامرأة ولو لتعلمها القرآن. لو هتعلمها قرآن برضه ما تختلطش بهذه المرأة وما تخلوش بهذه المرأة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعني أنا عايز بسرعة، لأن يعني موضوع التوصيات ده يعني أحيانا ممكن بيخرجنا من الجو بتاع الدرس شوية، ولكن حاجات مهمة يا جماعة، حاجات مهمة. فالليلة على السريع كان المفروض إن احنا نبدأ معاكم الأسبوع ده إن شاء الله برنامج الصيفي. أنا زعلان جدا يا جماعة والله، الشباب اللي كان مال الدنيا حماس أيام الامتحانات وأكسر الدنيا، بس الأجازة تيجي ألاقي الشاب جاي يكلمني أول ما الأجازة بدأت، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا بعاني من الفراغ، أنا شكلي هنتكس. يا ابني أنت كنت شكلك هتولع الدنيا بعد ما تخلص. ما ينفعش يا جماعة، لازم جدية. أول حاجة هنبدأ بيها بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله كان في مشروع كبير هنبدأه الأسبوع ده، ولكن إن شاء الله نبدأه الأسبوع الجاي ونعلن عنه الأسبوع الجاي. ولكن أول مشروع عظيم هنبدأ بيه هذه المرة مشروع تحفيظ القرآن في هذا المسجد. مشروع تحفيظ القرآن يعني يا جماعة، ده انت عشان تحفظ حفظ 10 صفحات، الصفحة ب 6000 حسنة في المتوسط، يعني 6000 في 10 صفحات بكام؟ 60000. عشان تحفظ الآية بتقراها في الحفظ والمراجعة يمكن 20 مرة، يعني عشان تحفظ حزب ممكن تاخد لك 2-3 مليون حسنة. مين اللي ضاع الصلاة دي يا جماعة؟ مين؟ غير بركة الحفظ بتاعتك. عايزين يا جماعة أول مشروع نفتتح فيه علاقتنا مع الله في الأجازة حفظ القرآن، ثواب حفظ القرآن. ولو تقدر تحفظ القرآن في مسجد جنبك حفظ. يا جماعة حفظ القرآن، هنبدأ نحفظ من أول بكرة إن شاء الله، صلاة الظهر بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الظهر. التحفيظ هيبقى إن شاء الله تقريباً يومياً. طبعاً كل واحد بيجي ياخد مواعيده، يعني مش شرط إيه كل يوم. يومياً اللي هيحفظ شباب، يعني مش اللي هيحفظ ناس أكبر مننا ولا حاجة، اللي هيحفظ شباب وناس كبار وكلهم بفضل الله على مستوى كفاءة ممتازين في التحفيظ إن شاء الله. هيبقى في امتحان شهري وجوائز شهرية على هذا التحفيظ، يعني باستمرار امتحان وجوائز، امتحان وجوائز. إن شاء الله بإذن الله هيبقى في كبسة أسبوعية على الشباب، هحاول أكبس عليهم كده أجيلهم مرة وامتحانهم أنا بنفسي إن شاء الله، وأدي جوائز إن شاء الله للشباب اللي فعلاً حافظ الحاجات اللي طلبت منه بإذن الله. التحفيظ بتاع بكرة يا جماعة هيبقى لصنفين، للأطفال من سن 5 سنين ل 15 سنة، بتوع المنطقة يجيبوا الأطفال بتوعهم طبعاً، والأطفال طبعاً أكثر ناس لهم جوائز، بل بالعكس لهم يومياً جوائز وهدايا هيتهادوا بيها. والتحفيظ الثاني للشباب، عايزين الشباب يجوا يحفظوا القرآن يا جماعة، عايزين نبدأ على خطة مع الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن. اتفقنا يا جماعة؟ اتفقنا؟ ما تقول اتفقنا؟ اتفقنا؟ عشان نبطل بقى نتوب بقى. يعني
ان شاء الله باذن الله موضوع حفظ القران ده احنا قلناه، موضوع الاطفال ده يعني اللي يجيب مع اطفال او اهل المنطقه يجيبوا اطفالهم، يا ريت والله يا جماعه ان شاء الله يبقى مشروع جميل ويبقى مشروع ناجح باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. الحاجه الثانيه يعني معلش يا جماعه اعلان بس سريع، بالنسبه لموضوع الصدقات الاسبوعيه احنا بنحاول نرتبه ترتيبه احسن شويه، فان شاء الله هنحاول نستعرضه من اول الاسبوع الجاي باذن الله. ولكن في مريضه بالسرطان وللاسف يعني هي لسه يعني في اخر سن الشباب يعني عند ال 40 مثلا، السرطان انتشر في جسمها لغايه ما ايديها حصل فيها غرغرينه والدود طلع منها وريحتها بقت خططات وقرح الفراش مسكت جسمها ما عادتش بتقدر تنام على سرير. يعني اخر مره في واحده بتصورها بتقول لها انا نفسي انام، انا امنيتي بس ان انا اعرف انام. فيعني هي قاعده على كرسي كده على طول، يا ربنا يعافينا يا رب. فهذه المراه يعني احنا زرناها ويعني يعني شديده الفقر والاحتياج جدا حتى لو ما عندهاش سرطان. بعد الموضوع السرطان بتحتاج طبعا ادويه كتير جدا وبتحتاج علاج ومسكنات وحاجات دي كتير جدا. اللي مستعد يشارك في هذه الحاله ان شاء الله يتصل بيا وانا اوصله ان شاء الله يعني الحاجه اللي هتروح معاه ان شاء الله عشان يودي بنفسه هذه المعونات لهذه الحاله، يودي بنفسه ان شاء الله هذه المعونات لهذه الحالة. انا التليفون بتاعي ده مفتوح من بعد الدرس باذن الله. خلاص يا جماعه الدعاء بتاع الاسبوع ده درس الليله كان عن ايه؟ عن ايه؟ عذاب القبر، الاختلاط. الاختلاط ده سببه قله ايه؟ قله خشيه لله، صح؟ فسبحان الله يعني الواحد كده بنفتح في كتاب كده سبحان الله، عارف الدعاء بتاع رسول الله؟ اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك. تقولها بقلبك كده وانت بتقول يا رب اديني خشيه تخليني ما افكرش لا في اختلاط ولا في غيره يا رب. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك. احنا يعني عايزين بس الحتتين دول من اول الحديث بس، مش هنكمل بقى الحديث. اللهم اقسم لي من ايه؟ خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك. نقول الحديث ده احنا فاكرين المعاصي اللي احنا فيها ونفسنا ربنا سبحانه وتعالى يعفو عننا من هذه المعاصي باذن الله سبحانه وتعالى. يا جماعه يعني طبعا عايزين نخلص بسرعه، مش عشان مصر توجو فرنسا ماتش توجو فرنسا والكلام التعبان ده، عايزين نخلص بسرعه ليه؟ ها؟ ايه؟ ايه؟ عشان الشيخ يعقوب. هنروح ان شاء الله باذن الله يا جماعه ان شاء الله الليله يعني كل ليله الجمعه الشيخ يعقوب الساعه 11 على قناه الناس ان شاء الله، لقاء في غايه الجمال ما يفوتناش ابدا. وما ننساش ان احنا اتفقنا ان يومنا في الاجازه هينتهي العشاء بسرعه كده. المصاحف الجميله دي مين ياخد المصحف ده ويحفظ جزء الاسبوع ده؟ جزء القران، كل التوزيع على حفظ القران المره دي، جزء القران خد يا حبيبي. الناس اللي ورا مين ياخد المصحف ده مصحف في الملك فهد ويحفظ حزب الاسبوع ده؟ طب انت ايوه. طيب المصحف الكبير ده للاخر مين ياخد المصحف ده ويحفظ يا جماعه حزب الاسبوع ده؟ طب الاخر يلا لا ايوه دي الاخر اخر اللي قدام حرك اللي قدام انت يا راجل. طيب مين ياخد المصحف ده ويحفظ الجزء ال 29؟ تبارك طب خدها. طيب يا جماعه خلاص بقى اخر مصحف المره دي طبعا يبقى حاجه كبيره شويه المره دي. مين ياخد المصحف ده ويحفظ الاسبوع ده الجزء ال 29 وال 30؟ لا احنا عايزين واحد من ورا. طب الاخ اللي عند العمود ده ايوه انت حبيبي. المصاحف دي يا جماعه صدقه على روح احد المتوفين، صدقه على روح احد المتوفين. سلام عليكم وبركاته. معلش طب بس دي بس الاداره، الاداره مش انا حبيبي. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. خلاص يا شباب معلش ان احنا طولنا الليله يا جماعه، انا في غايه الاسف يعني والله، ولكن موضوع الليله هو اصلا كان موضوع طويل ويعني بيحتاج منا هذا الامر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعوف شباب المسلمين وان يعوف بنات المسلمين وان يلزمنا كلمه التقوى وان نكون احق بها واهلها، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون
مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر إلا أصحاب اليمين في جنات في جنات يتساءلون يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك نطعم المسكين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة
فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.